شكرا للكابتن أسامة حسني ونجوم الاستوديو التحليلي الكباتن عادل طعيمة والكابتن محمد حشيش. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، وموسم جديد لناشئي النادي الأهلي بدوري الجمهورية. بإذن الله يكون موسم متميز ورائع وجميل للنادي الأهلي كما تعودنا من هؤلاء اللاعبين. مباراة اليوم، الأهلي 2003 يلتقي بتروجيت بملعب الأهلي بمدينة نصر. تشكيل الفريقين مشاهدينا الأعزاء: النادي الأهلي لحراسة المرمى مصطفى مخلوف، يوسف عاطف وإبراهيم عبد الحكيم ومحمد شرقية، عبد الجواد عبد الرحمن ومازن أسامة، كريم عثمان، ميدو نبيل وأحمد أشرف وميدو أسامة ومحمود حمدي. على الجانب الآخر فريق بتروجيت في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء: محمد عادل أمين لحراسة المرمى، زياد أشرف، يوسف خليل، أحمد إبراهيم، مصطفى رضوان، محمد فرج، محمود قطب، محمد إبراهيم ومحمد جابر، وأمامهم محمد كالوشا ونصر سعيد رأس الحربة في مباراة اليوم. تحكيم بقيادة كابتن حسن محمود كحكم ساحة، بيعاونه محمد فؤاد كمساعد أول وكابتن منى عطا الله كمساعد تاني في مباراة اليوم. وأمامنا طبعا طاقم التحكيم اللي بنتمنى لهم كل التوفيق النهاردة في مباراة اليوم. التحكيم أحد أهم العناصر المؤثرة في كرة القدم. طبعا أمام حضراتكم يمكن البروتوكول كده قبل بداية أحداث هذا اللقاء، اللي يختار بقى الملعب واللي يختار الكرة. عايزين نستمتع بكرة قدم جميلة النهاردة من نجوم ولاعب الفريقين. جئنا لنبحث عن الإثارة والندية والمتعة الكروية في أحداث هذا اللقاء. نتمناها مباراة ممتعة، نتمناها مباراة رائعة من لاعبي الفريقين النهاردة، وخاصة لاعبي النادي الأهلي اللي دايما بيمتعونا وبيقدموا لنا يعني أشياء جميلة جدا. أدي أمامنا طبعا الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. مشاهدينا الأعزاء، كل التوفيق بإذن الله للنادي الأهلي في مباراة اليوم. النادي الأهلي اللي كان يعني حقق فوز في المباراة الماضية مشاهدي الأعزاء على زد بهدف مقابل لا شيء كان سجله اللاعب محمود حمدي. نتمنى لهم كل التوفيق اليوم في مباراة هذا الأسبوع. يمكن أدي أمامنا طبعا فريق بتروجيت اللي استعرضنا مع حضراتكم تشكيلهم منذ لحظات، وأدي أمامنا نجومنا ولاعبي النادي الأهلي وأدي طاقم التحكيم، وطبعا يعني نتمنى لهم كل التوفيق في مباراة اليوم. لحظات قليلة ونبدأ مع حضراتكم المتعة والإثارة والندية في أحداث هذا اللقاء اللي نتمناه لقاء ممتع وجميل مشاهدينا في كل مكان. لحظات قليلة، أدي بقى طبعا قراية الفاتحة وطلب التوفيق من ربنا، ربنا يوفق هؤلاء النجوم وأيضا حكم اللقاء كابتن حسن محمود اللي أمام حضراتكم. الحكم زيه زي لاعب كرة القدم بالمناسبة بيتمنى، وزيه زي المدير الفني وزيه زي أي حد طبعا يتمنى أن هو يكون واحد من نجوم المباراة. بالتأكيد نتمنى له كل التوفيق، ونتمنى كل التوفيق لطاقم التحكيم في مباراة اليوم وللتحكيم المصري بصفة عامة الحقيقة. في انتظار طبعا ضربة البداية لأحداث هذا اللقاء. يمكن الأسبوع الماضي مشاهدين الأعزاء شاهد بعض المباريات كده نقولهم في أقرب توقف. بدأنا على مع حضراتكم أحداث المباراة، وعلى بركة الله الكرة طبعا في البداية مع فريق بتروجيت تتلعب على طول أمامية وترجع الكرة هناك ناحية اليمين، ودي أول فاول للنادي الأهلي في مباراة اليوم لصالح اللاعب ميدو نبيل. وقع على أرض الملعب، نتمنى له السلامة. سلامات يا ميدو، أدي بيطلبه على طول. وشايف أنا يمكن اللاعب محمد ابراهيم لاعب بتروجيت كان بينادي كده على الجهاز الطبي، ولكن لاعب النادي الاهلي يعني بيطمننا ان شاء الله يكون سليم، ان شاء الله يكون سليم. واضح ان هو واقع على كتفه كده مشاهدينا في بدايه احداث هذا اللقاء. ادي اللقطه، وادي امامنا الاعاده، وادي امامنا الراجل، يعني ان شاء الله تكون سليم. انا شايف كده ان هو يعني سند على كتفه وان شاء الله تكون سليمه طبعا هنا للاعب ميدو نبيل لاعب النادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. تتلعب الكره هناك ناحيه اليمين، عبد الجواد عبد الرحمن بيلعب على طول في الخلف، وادي كره لميدو في وسط الملعب للنادي الاهلي. تتلعب على طول مازن اسامه ناحيه الشمال، وادي على طول ترجع الكره مره ثانيه للاعب محمد شرقيه بيلعبها، ترجع له مره ثانيه شرقيه، واحد من نجوم المدافعين الحقيقه، ويعني لاعب في الفريق الاول لاعب شرقيه ده. نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. طبعا نشوف نجوم كبار من لاعبي النادي الاهلي في الفريق الاول في القريب العاجل بالتاكيد. مارسيل كولر، وواضح جدا ان هو بيعتمد او لديه رؤيه انه يعتمد على اللاعبين بقى الشباب والامور دي كلها. شفنا في المباريات الوديه اكتر من لاعب طبعا تم تصعيده للفريق الاول والاعتماد عليه، وان شاء الله رب العالمين يكون نجوم كبار قطاع الناشئين في النادي الاهلي اللي دايما بيطلع نجوم كبار جدا في عالم كره القدم المصريه وللمنتخبات على مستوى الفريق المنتخب الاول وكل وجميع العناصر والسنيه بالتاكيد. ادي انطلاقه من ناحيه الشمال لصالح بتروجيت، احمد ابراهيم بيعيدها الى حارس المرمى محمد عادل،
محمد عادل اللي بيلعب الكرة في الخلف مرة تانية عند اللاعب زياد أشرف، يتقدم للأمام زياد. لازلنا في بداية أحداث هذا اللقاء، وبالتأكيد كل فريق بيحاول يكتشف الفريق الآخر. بتروجيت اللي كان خسر من المصري في اللقاء الأول، وطبعا قلنا لحضراتكم الأهلي كان حقق الفوز وحصل على أول 3 نقاط في الموسم، بداية جيدة جدا طبعا لما تفتتح الموسم بفوز. يعني الفوز دايما بيجيب فوز، كلنا عارفين ده في لغة كرة القدم، على المستوى المعنوي وعلى المستوى النفسي. فعلشان كده كان مهم جدا طبعا الهدف اللي سجله اللاعب محمود حمدي في لقاء زد في المباراة الماضية. نتمنى التوفيق أيضا للنادي الأهلي في مباراة اليوم، إن شاء الله يوصل لنقطة 6 بأداء رائع وممتع، لأنه جمهور كرة القدم بيحب الكرة الجميلة مع الأداء المتميز. أدي كرة مرة تانية في وسط الملعب للاعب محمود قط. محمود بيلعب الكرة لمحمد فرج، بيلعب كرة أمامية، نقلات كده من لاعبي بتروجيت، بيحاولوا يكسبوا ثقة طبعا في بداية أحداث هذا اللقاء. ولاعبي الأهلي على طول بيقابلوا زي ما حضراتكم شايفين 3-4 نقلات كده، وأكيد هيكون في ضغط، وفعلا جابوها لاعبوا النادي الأهلي. تتلعب الكرة مرة تانية، أدي الانطلاقة لمحمد للاعب ميدو أسامة. ميدو، أدي ميدو بيحاول على الكرة ناحية اليمين، ولكن على طول بيدخل اللاعب يوسف خليل وبيلعبها. ترجع الكرة مرة تانية لمازن أسامة، ادي حكم اللقاء. وامامنا طبعا هنا اللاعب زياد اشرف، لاعب نادي بتروجيت صاحب القميص رقم 6 اللي امام حضراتكم، ورمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. في لاعب وقع على ارض الملعب، اعتقد ده يعني اللاعب ميدو نبيل، يعني هل بقى متاثر باصابته، هل قادر يكمل ولا ايه، هنشوف مع حضراتكم. اللي هو طبعا كان وقع على كتفه في بدايه احداث هذا اللقاء، وادي التعليمات بقى من كابتن محمد شرف المدير الفني للنادي الاهلي في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. آدي طبعا لازال اللاعب متوقف مشاهدينا في كل مكان للاطمئنان على سلامة بقى طبعا اللاعب اللي وقع على أرض الملعب من النادي الأهلي. يمكن نستعرض مع حضراتكم بقى نتائج دوري الجمهورية مواليد 2003 في الأسبوع الماضي. زد والأهلي، طبعا الأهلي فاز 1-0، مصر المقصة خسر من الإسماعيلي 0-1، وفيوتشر خسر من الزمالك 2-1، سيراميكا والاتحاد 0-0، حرس الحدود حقق الفوز على غزل المحلة 2-1، وبتروجيت والمصري 2-0 للنادي المصري، طلائع الجيش وبيراميدز 2-0 لنادي بيراميدز، والداخلية والبنك الأهلي 1-0 للنادي للبنك الأهلي، المقاولون وسموحة 2-2، وطبعا إنبي وأسوان 4-0. أدي هجمة لبتروجيت، تلعب على طول أمامية وترجع هناك كرة كده داخل منطقة الجزاء عند اللاعب محمود قطب، ولكن على طول مع دفاع النادي الأهلي النهاردة إبراهيم عبد الحكيم ومحمد شرقية ويوسف عاطف، وعلى طول بياخدوا الكرة. حكم اللقاء كابتن حسن محمود، وادي امامنا طبعا اللاعب ابراهيم عبد الحكيم لاعب النادي الاهلي. تتلعب الكوره شرقيه، اللاعب اللي لعب طبعا مع الفريق الاول، بيلعبها الى حارس المرمى مصطفى مخلوف. مصطفى بيلعب الكوره هناك ناحيه اليمين عند عبد الجواد عبد الرحمن. جوده بيلعب الكوره الاماميه، جوده عاليه ومعديه كده في اتجاه اللاعب الهداف بقى محمود حمدي اللي كان سجل هدف زي ما قلنا في المباراه السابقه امام نادي زد، انما تقطعت الكره للاعبي بتروجيت، تلعب على طول اماميه وتوصل في وسط الملعب. وادي المحاوله في هذه اللحظات للاعب محمود ابراهيم، محمد ابراهيم بيحاول ولكن بيضغط عليه في توقيت مناسب جدا لاعب شرقيه، وبياخد الكره وياخد فاول. ادي امامنا بيهدي اللعب، خبره طبعا بقى اللاعب محمد شرقيه، التمرين مع الفريق الاول والاحتكاك بلاعبي الفريق الاول بالتاكيد بيكون له مفعول السحر لدى هؤلاء اللاعبين الشباب، و بيخلي اللاعب يكتسب كده خبره وثقه في النفس وحكمه طبعا من اللاعبين بقى ونجومنا نجوم النادي الاهلي. بنبارك لهم طبعا على تحقيق الفوز على الاتحاد المنستيري. الاهلي دايما ملوك التسعين. ادي كوره تتلعب على طول مره ثانيه، ولكن شرقيه في هذه اللقطه وهتتلعب على طول اماميه، حكم اللقاء بيشير باستكمال اللعب. ادي الهجمه، وادي ضاغط على طول، خطره جدا خطره جدا، وممكن 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 لسه بقى هنا محمود حمدي الهداف. يا راجل مش ممكن، اللقطه اللي فاتت دي خطره جدا للنادي الاهلي، وخطا بقى هنا محمد عادل امين، الاثنين ارتبكوا كده الحقيقه، ولكن ادي امامنا بقى الهداف محمود حمدي. مش مشكله يا نجم، ان شاء الله طبعا تعوض، لعيب كبير ولعيب هداف من اللعيبه المتالقين جدا طبعا. ادي اللقطه بنشوفها في الاعاده مره ثانيه، وادي الراجل اخذ الكوره خدها حلوه ناحيه اليمين، ولكن بقى وضعيه الجسم يعني ما كانتش على المستوى المطلوب، علشان كده ضاعت الهجمه في اللقطه الماضيه وطلعها طبعا اللاعب زياد اشرف. انما بدايه مباشره للاهلي، وادي اللاعب بقى، ادي النجم اهو، ادي النجم اهو بيلعب الكره العرضيه. خلي بالكم المهاجم مش مجرد بس لاعب بيسجل اهداف، لا ده ممكن يفتح مساحات للي جايين من الخلف كده من لاعبي النادي الاهلي، ويكون محطه ويقدر ان هو يصل للكره اكتر من مره ويتالق، وده اللي بيعمله الحقيقه اللاعب محمود حمدي. ترجع الكره مره ثانيه، بالتاكيد اي حد في الدنيا ممكن يضيع فرص، انما هو في نفس الوقت بيصل كتير جدا، وده بيخلق له مساحه كبيره ان هو يقدر يسجل اهداف.
اللاعب محمود حمدي واحد من النجوم للنادي الاهلي باذن الله يا رب نشوف واحد من نجوم الفريق الاول ومنتخب مصر ويكسر الدنيا زيه زي بقيه زملائه في مباراه اليوم. ادي امامنا كابتن منى عطله بتشاور الحكم اللقاء كده وبالرايه بتاعتها وتدي ركله حره للنادي الاهلي. تعاون بين طاقم التحكيم في مباراه اليوم كابتن حسن محمود كابتن محمد فؤاد كابتن منى عطله. ركله حره للنادي الاهلي من ناحيه اليمين وشايف انا ميدو اسامه. يلا يا ميدو ده جالها والله. مازن اسامه مازن بالقميص رقم 11 جاي لها من ناحيه الشمال. هنشوف الركله الحره للنادي الاهلي. الهدف اللي كان سجله محمود حمدي كان من ركله ركنيه. اذا الاهلي بيستغل الركلات الثابته. ادي ركله حره لمازن اسامه ركله حره للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء في الدقيقه 8 من عمر واحداث الشوط الاول من المباراه. والركله الحره للنادي الاهلي من ناحيه اليمين مكان متميز جدا على حدود منطقه الجزاء بتتلعب على طول على القايم القريب ولكن يوسف خليل بيطلع. ترجع مره ثانيه ميدو نبيل بيلعب كره عرضيه وادي كوره بقى للاعب محمود حمدي انما الى خارج الملعب طلعت وبقت ركله مرمى في احداث هذا اللقاء. محمود حمدي لعيب متحرك لعيب رائع ولعيب هايل وبيتحرك بشكل مميز جدا داخل منطقه الجزاء وهو اللي سجل هدف الفوز زي ما قلنا في لقاء زد الماضي. ترجع الكره مره ثانيه لفريق بتروجيت ناحيه اليمين. احمد ابراهيم بيلعب كره اماميه ترجع الكره في وسط الملعب للاعب ميدو نبيل بيحاول يعدي انما على طول متاخده منه. محمد ابراهيم يتقدم وماشي. محمد ابراهيم بيلعب الكره ولكن بقى شرقيه بيقطع على طول ويلعبها في وسط الملعب للاعب ميدو نبيل. ميدو ادي على طول شرقيه مره ثانيه. ميدو شرقيه وميدو طبعا الاثنين اتصعدوا مع الفريق الاول علشان كده دايما في كيمياء بينهم كده. ترجع الكرة مرة تانية ناحية اليمين ادي هجمات لبتروجيت انما توصل الكرة في وسط الملعب لكريم عثمان. كريم بيغير الملعب هناك ناحية الشمال وادي المحاولة والضغط في هذه اللقطة وياخدها على طول بقى هنا عبد الجواد وبيلعبها في وسط الملعب. ميدو نبيل بيلعب الكرة الأمامية ميدو عالية وترجع الكرة كده ناحية اليمين هناك وادي اللمسة والكرة العرضية داخل منطقة والهدف اهو الهدف اهو الهدف اهو ولكن محمود حمدي بيضيع وفرصة كبيرة جدا والى خارج الملعب. معلش انت بتتحرك كويس جدا وبتلعب بشكل رائع جدا ويعني بتوصل للمرمى بشكل رائع وبشكل جيد وهو ده اللي بنقول لحضراتكم عليه. يعني اللاعب عليه ان هو يعمل اللي عليه ويتحرك ويوصل وياخد الكرة والتوفيق ده من عند ربنا. وخلي بالك لكل مجتهد نصيب دي قاعدة خليك حافظها يا محمود يا حمدي. يعني بإذن الله هتسجل في مباراة اليوم ان شاء الله رب العالمين. ترجع الكرة مرة تانية هناك ناحية اليمين وادي الهجمة لصالح نادي بتروجيت تتلعب على طول أمامية عالية ومعدية وادي توصل لشرقية في وسط الملعب مرة تانية للنادي الاهلي. يوسف عاطف بيلعب كره اماميه وضغط في هذه اللحظات من اللاعب مازن اسامه والى خارج الملعب طلعت وبقت رميه تماس لصالح نادي بتروجيت من ناحيه الشمال. تتلعب الكره في الخلف عند اللاعب زياد الى حارس المرمى محمد عادل امين اللي بيفتح الملعب ناحيه اليمين عند يوسف خليل لنادي بتروجيت. ادي امامنا يوسف بيعيدها الى حارس المرمى محمد عادل بيحاول بقى لاعبي بتروجيت ان هم يمسكوا الكرة حتى ولو بشكل سلبي في الخلف كده علشان يعني يبعدوا الضغط على مرماهم وعن مرماهم وعن دفاعاتهم. شفنا الاهلي وصل اكتر من 3 مرات الحقيقه فرص بالجمله للاعب محمود حمدي المتحرك والنشيط في على المستوى الهجومي. ترجع الكره الى حارس المرمى مصطفى مخلوف بيلعب الكره الاماميه مصطفى عاليه وتوصل هناك ناحيه الشمال لصالح النادي الاهلي انما تطلع وتبقى رميه تماس لبتروجيت. رمي التماس لبتروجيت هيكون في مدرج طبعا زي ما سمعنا من الكابتن أسامة حسني في هذا الملعب بالتأكيد. ملاعب رائعة جدا لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. ادي كرة لسه والله ما خرجتش اتلعبت الكرة وتوصل في الخلف مرة تانية يوسف خليل وضغط هنا أمامنا من اللاعب ميدو أسامة. برافو يا ميدو. شوف ميدو لما عمل الضغط على دفاع بتروجيت وحارس مرمام. ادي ميدو أمامنا هو ميدو أسامة عمل الضغط على حارس المرمى محمد عادل امين اللي خلاه يخرج الكره الى خارج الملعب وتبقى رميه تماس للنادي الاهلي من ناحيه شمال. مازن اسامه يلا يا مازن رميه تماس للاهلي سابها لشرقيه. يبدو ان شرقيه كده بيمتاز بان هو بيلعب الكرات زي الركلات الركنيه كده رميات تماس طويله داخل منطقه الجزاء. ادي عمنا شرقيه هو يلعب رميه تماس بيلعبها على طول عرضيه داخل المنطقه واللمسه الراسيه ومحاوله للنادي الاهلي ولكن على طول دفاع بتروجيت بيطلع قبل اللاعب كريم عثمان. وترجع الهجمه مره ثانيه للنادي الاهلي ميدو نبيل وشرقيه بيردها. ادي الهجمه والانطلاقه وبيحاول عليها محمود حمدي وترجع لمازن وتصويبه حلوه من ميدو من هنا من مازن اسامه بيسدد ولكن محمد عادل امين حارس المرمى لنادي بتروجيت بيمسك على طول في احداث هذا اللقاء. ادي امامنا محمد عادل امين حارس المرمى
بيلعب الكرة على طول ناحية الشمال للاعب أحمد إبراهيم. انطلاقة ومحاولة لبتروجيت تتلعب على طول أمامية عالية ومعدية، إنما ترتد وتعود مرة تانية من اللاعب يوسف عاطف في وسط الملعب للنادي الأهلي، إنما مقطوعة البتروجيت. وادي الهجمة، بيضغط لاعب الأهلي وبيحاولوا إن هم يجيبوا الكرة بسرعة، وده اللي بيعملوه في هذه اللقطة. برافو، ترجع الكرة مرة تانية. ادي الهجمة، ميدو أسامة بيحاول يعدي وتتلعب، ولكن تدخل هنا عنيف شوية، وادي حكم اللقاء بيدي فاول للنادي الأهلي على اللاعب محمد كالوشا لاعب نادي بتروجيت في مباراة اليوم. ادي اللقطة، وادي أمامنا الانطلاقة والمحاولة، الراجل في وسط ثلاثة كده وبيعدي، ولكن هنا بقى أرقله اللاعب محمود قط للاعب ميدو أسامة، ركلة حرة للاعب ميدو. واضح جدا إن ميدو ده يعني بيقدر إن هو يحتفظ بالكرة تحت رجله بشكل كويس جدا. شرقية الخبرة، بيلعب الكرة الأمامية وترجع الكرة مرة تانية في وسط الملعب، محمد فرج أمامية من محمد فرج، وادي الهجمة لصالح نصر سعيد بيحاول عليها نصر ومعاه شرقية، ترجع الكرة لمحمد إبراهيم أمامية ناحية اليمين. ادي الضغط على طول من لاعبي الأهلي وعلى طول بيجيبوها. برافو برافو هنا الحقيقة يوسف خليل أو اللاعب يوسف عاطف. برافو يا يوسف، يوسف عاطف، رجولة من يوسف اللقطة اللي فاتت دي وحماس، وعلى طول عمل تاكلينج كده وطلع الكرة إلى خارج الملعب ورمي التماس لصالح بتروجيت أحمد إبراهيم من ناحية اليمين. أحمد إبراهيم هيلعب رمية التماس لصالح بتروجيت، لازال التعادل السلبي مشاهدينا الأعزاء، خلاص بنقترب من أول ربع ساعة. ودي هجمة وعلى طول بيطلع دفاع النادي الأهلي والكرة إلى خارج الملعب ورمي التماس. رمي التماس من ناحية اليمين لصالح بتروجيت، تتلعب على طول أمامية عالية وعلى طول بيردها دفاع الأهلي، وترجع الكرة مرة تانية وضغط في هذه اللقطة من اللاعب ميدو أسامة، وتطلع وتبقى ركلة ركنية لصالح بتروجيت من ناحية اليمين. محمد إبراهيم رايح علشان ينفذ، وادي أمامنا طبعا لاعب ميدو أسامة لاعب النادي الأهلي. كلنا طبعا بنحفظ الأسماء دي كويس جدا، لأنه بإذن الله رب العالمين أكيد هيكون منهم نجوم كبار جدا في كرة القدم المصرية، كما تعودنا من قطاع الناشئين للنادي الأهلي، قطاع الناشئين الناجح جدا والمتميز اللي عليه اهتمام كبير جدا طبعا من قبل الإدارة كابتن محمود الخطيب بيبو، اللي بنتمنى له السلامة وإن شاء الله ربنا يشفيه. دعواتنا للنجم والأسطورة الكبيرة طبعا كابتن بيبو بالشفاء العاجل والعودة سالما غانما لأرض الوطن من جديد وللنادي الأهلي. تتلعب على طول أمامية عالية ومعدية، وادي اللمسة في وسط الملعب للاعبي النادي الأهلي، إنما مقطوعة البتروجيت وتوصل للاعب ميدو نبيل. ميدو إنما اتقطعت من ميدو. محمد إبراهيم بيلعب كرة بينية خطرة ناحية اليمين، وادي الهجمة للاعب كالوشا محمد كالوشا، عايز يعدي محمد، عايز يعدي محمد كالوشا، وتتلعب الكرة مرة تانية، إنما على طول ضغط من لاعبي النادي الأهلي عن طريق اللاعب ميدو نبيل. ترجع الكرة في وسط الملعب على طول لصالح بتروجيت، نقلات كده من بتروجيت اللي بدأوا يمسكوا كرة. محمود بيلعبها ناحية الشمال، وادي تصويبة هي طبعا فيها فكرة، إنما إلى خارج الملعب طلعت وبقت ركلة مرمى للحارس مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الأهلي. زياد أشرف هو اللي كان متقدم في اللقطة اللي فاتت وهو اللي سدد لاعب نادي بتروجيت. ادي طبعا الإعادة، وادي التصويبة من مكان بعيد، سلاح التسديد أحد أهم الأسلحة في كرة القدم، كلنا بنشوف بقى طبعا التصويبات اللي بتكون من خارج منطقة الجزاء دي بتحل مشاكل كتير جدا، وخاصة لما يكون في تكتل دفاعي أو مباراة متقفلة كده مع الركلات الثابتة بالتأكيد. ادي كرة تتلعب على طول أمامية للنادي الأهلي، محمود حمدي المحطة بقى لرأس الحربة المتميز اللي دايما بيتحرك بشكل رائع جدا داخل مناطق جزاء الخصوم والمنافسين. ترجع الكرة مرة تانية أمامية في وسط الملعب، استلام من اللاعب كريم عثمان، ادي مرور انما اتقطعت وتتلعب على طول اماميه البتروجيت. هجمه خطر جدا، انما شوف شرقيه ومره تانية خطر انفراد وهوبا وخطر. وبرافو برافو يا مصطفى مخلوف، برافو يا مصطفى مخلوف، وترجع الكره مره تانية لبتروجيت. محمد ابراهيم ضيع فرصه خطره جدا لبتروجيت، وادي بقى امامنا كالوشا وضغط من بتروجيت وتصويبه، انما على طول توصل الى حارس المرمى مصطفى مخلوف. شوف مصطفى بيمسك الكره ازاي، وده يدل على الثقه الكبيره للحارس ده في نفسه الحقيقه. يعني شوف الراجل سدد اللاعب محمود قطب، انما بقى مصطفى مخلوف مسك الكره كده بمنتهى الهدوء، وده شيء جيد جدا. شوف قفل الزاويه وطلع، وادي بقى الهجمه، ادي الهجمه، وادي التمريره الرائعه اللاعب نصر سعيد لعبها وشرقيه حاول عليها انما خدمته الكره ووصلت للاعب محمد ابراهيم. انما شوف بقى طالع زي الوحش مصطفى مخلوف، قافل الزوايا كلها وقافل مرماه، وقدر ان هو يتصدى للقطه الماضيه بتالق كبير جدا لحارس مرمى النادي الاهلي. ترجع الكره مره ثانيه ناحيه الشمال مازن اسامه، وادي الهجمه تتلعب كريم عثمان اماميه عاليه وتوصل ناحيه الشمال عند ميدو. ميدو يلا يا ميدو، ادي ميدو بيضغط ميدو اسامه،
وعلى طول الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لصالح بتروجيت في مباراه اليوم. ميدو اسامه قدام حضراتكم بالرقم 10، يعني اساطير الاهلي لبست رقم 10 بالتاكيد. ترجع الكره هناك ناحيه الشمال لصالح نادي بتروجيت الى حارس المرمى محمد عادل. يوسف خليل، يوسف بيلعب الكره الاماميه، يوسف خليل عاليه، وادي الهجمه انما على طول ترتد وتعود مره ثانيه من لاعبي النادي الاهلي. المحاوله في هذه اللقطه بيطلعها يوسف خليل قبل اللاعب محمود حمدي. ادي امامنا ميدو اسامه، وادي محمود حمدي اهو الهداف اهو، اللاعب المتميز والمتالق في مباراه اليوم واللي سجل هدف في مرمى زد في اللقاء الاسبوع الماضي. رمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال هيلعبها مازن اسامه، مازن جاي له على طول يوسف عاطف، يوسف بتتلعب على طول عرضيه من يوسف عاطف داخل منطقه الجزاء انما على طول طالع محمد عادل امين وبيمسك. محمد عادل حارس مرمى نادي بتروجيت في مباراه اليوم بيمسك الكره على طول امام حضراتكم، بيلعبها هناك ناحيه الشمال لصالح بتروجيت في احداث هذا اللقاء. الهجمه لبتروجيت، كره في وسط الملعب، محمد جابر انما يضغط على طول ويجيبها لاعبي النادي الاهلي على طول عن طريق عبد الجواد عبد الرحمن. تعود في الخلف مره ثانيه الى شرقيه، شرقيه بيلعبها الى حارس المرمى مصطفى مخلوف اللي تالق ايضا في مباراه اليوم مصطفى الحقيقه. توصل عبد الرحمن اماميه من عبد الرحمن، وادي على طول بيحاول عليها هنا اللاعب محمود حمدي انما الكره اطول وتطلع وسط حراسه كده من اللاعب زياد اشرف وتطلع وتبقى ركله مرمى لنادي بتروجيت في مباراه اليوم. ادي طبعا الاعاده، وادي الهجمه، تمريره يعني حلوه قوي الحقيقه وانطلاقه اماميه من اللاعب محمد ابراهيم انما الوحش بقى الوحش مصطفى مخلوف طالع وقافل الدنيا كلها، يعني متالق ثقه في النفس كبيره جدا لحارس المرمى علشان كده قدر ان هو يتصدى لانفراد تام من اللاعب محمد ابراهيم لاعب نادي بتروجيت في مباراه اليوم. حراس المرمى يعني مش النجم، مش بس اللاعب اللي بيسجل هدف او اللي هو يعمل اسيست، لا حارس المرمى برضه نجم كبير جدا، واحد من الحراس المتميزين مصطفى مخلوف، وادي اداؤه في ارض الملعب هو اللي بيقول ده. تتلعب الكره مره ثانيه وتوصل ناحيه اليمين عبد الجواد، عبد الجواد جوده على طول بيقطع ولسه الكره معاه وبيعود في الخلف مره ثانيه لابراهيم عبد الحكيم، والكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس للنادي الاهلي. تلت ساعة مشاهدين الأعزاء مشاهدي شاشة قناة الأهلي، والتعادل السلبي بدون أهداف بين الأهلي وبتروجيت لازال قائم وحاضر ونتمنى ألا يستمر. عايزين نشوف أهداف النهاردة من لاعبين، عايزين نغني بقى مع حضراتكم ونجوم النادي الأهلي هم. ترجع الكرة مرة تانية في وسط الملعب لصالح بتروجيت، تعود الكرة إلى اللاعب يوسف خليل اللي بيعيدها إلى حارس المرمى محمد عادل. محمد عادل بيلعب الكرة الأمامية العالية واصلة هناك ناحية الشمال، لمسة رأسية في اتجاه اللاعب محمد جابر انما الى خارج الملعب، رمي التماس خرجها على طول احمد اشرف، بقت رمي التماس لصالح نادي بتروجيت من ناحية الشمال. مصطفى رضوان، محمود قط ضاغط عليه على طول ميدو نبيل، تتلعب الكورة هجمة انما على طول يضغط عبد الجواد، عبد الجواد عبد الرحمن بيقطع وبيلعب الكورة الأمامية للاعب يوسف عاطف في وسط الملعب مرة ثانية. كريم عثمان ناحية اليمين، الهجمات بقى للنادي الأهلي من ناحية اليمين، وادي الهجمة وادي المحاولة وادي المرور الرائع والجميل والتصويبة هنا انما لاعب بتروجيت حط رجله مع الراجل ووصلت إلى محمد عادل أمين حارس المرمى لنادي بتروجيت في مباراة اليوم. ترجع الكرة مرة ثانية، ادي الهجمة، وادي يا ولد يا شرقي، يا ولد يا شرقي، وادي الراجل هيعمل له إيه؟ بيمسكه على طول، مش قادر إن هو طبعًا يعني دايمًا بنشوف حكم اللقاء يا عمنا حسن محمود إنما في فاول، ده كان في مسك واضح جدًا طبعًا، وحكم اللقاء عدل المخالفة مرة ثانية. يعني إتاحة الفرصة ما تبقاش في الأماكن اللي زي دي، تبقى قدام منطقة جزاء المنافس، إنما في وسط الملعب الدفاعي للنادي الأهلي. وادي هجمة طبعًا اتقطعت من اللاعب محمد إبراهيم اللي كان عامل مخالفة مع شرقية لاعب النادي الأهلي. أدي شرقية أهو، اللاعب اللي كان يعني تم تصعيده للفريق الأول أهو اللي معاه الكورة ده. ربنا يحفظه طبعًا هو وكل زملائه، وإن شاء الله نشوفهم نجوم كبار. تتلعب الكرة الأمامية هناك ناحية اليمين. وتمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى. كابتن منى عطله على طول بتدي ركله مرمى لنادي بتروجيت في مباراه اليوم، ركله مرمى لبتروجيت. محمد عادل حارس المرمى اللي بيهدي اللعب تماما طبعا،
صفقات جديده طبعا للنادي الاهلي، كريم الدبيس اللي متواجد على مقاعد البدلاء، عبد الرحمن رشدان ايضا متواجد على مقاعد البدلاء، والاثنين جايين من وادي دجله، وعبد الله زيدان من سموحه، واحمد طعيمه القادم من الاحتراف في دوله اليونان. تتلعب الكوره ناحيه اليمين، تدعيمات قويه طبعا للنادي الاهلي. شفنا طبعا بقى برونو سافيو نجم البرازيل الكبير، ان شاء الله يكون ساحر كبير. وادي امامنا بقى كابتن خالد بيبو، واحد من الاساطير وواحد من النجوم الكبار. مين ينسى 6-1 وبيبو وبشير؟ تتلعب الكوره ناحيه اليمين مره ثانيه للاعب احمد ابراهيم، وحكم اللقاء ادى الكوره للنادي الاهلي. رمي التماس مازن اسامه، مازن اسامه بيلعبها على طول، مازن في وسط الملعب. ميدو نبيل بيلعبها ناحيه اليمين، ميدو عند ابراهيم عبد الحكيم، اماميه توصل مره ثانيه في وسط الملعب لصالح بتروجيت. وادي الهجمه، وادي الكره ملعوبه في اتجاه اللاعب نصر سعيد، انما شرقيه بيعيدها الى مخلوف، مخلوف بيلعبها ناحيه اليمين عبد الجواد، استلام هدوء وبيلعب الكره مره ثانيه الى حارس المرمى مصطفى مخلوف. لاعبي الاهلي كده بيجهزوا الهجمه بهدوء كده وتريث، بيحاولوا ان هم يسحبوا لاعبي بتروجيت لقدام شويه، اللي عاملين تكتل دفاعي كده في بدايه من وسط الملعب. دايما بنشوف بتروجيت لما بيفقد الكره كل لاعبيه بيرجعوا للخلف كده. وادي كره خطره خطره خطره، والهدف الاول، الجول الاول للنادي الاهلي. حلوه حلوه حلوه، ميدو اسامه بيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي. ويفرق ايه الورد عنك غير انه واخد جماله منك يا عمنا ميدو؟ حلوه قوي، ميدو اسامه بيسجل، وصوره للذكرى، واحلى صوره واجمل كوره. والاهلي بيسجل الهدف الاول في مباراه اليوم علشان يتقدم بهدف مقابل لا شيء. كوره حلوه قوي، وادي اللمسه، ادي بقى اللي بقول لحضراتكم عليه، ادي محمود حمدي صنع يعني اسيست رائع جدا، تحرك رائع للاعب محمود حمدي، وعلى طول ميدو اسامه اللي اخذ الكره وسجل بيها الهدف الاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم علشان يتقدم الاهلي 1-0 على بتروجيت في احداث هذا اللقاء. هدف جميل جدا، ده اللي بقول لحضراتكم عليه، ده اللي كنا بنتكلم عليه بقى، اللاعب محمود حمدي اللي هو راس الحربه. شوفوا الراجل عمل ايه وتحرك ولعب الكره جميله للاعب ميدو اسامه، يعني كيمياء كبيره جدا ورائعه جدا، وتحرك ويعني انتشار رائع امام منطقه جزاء نادي بتروجيت وداخل المنطقه، وقدروا ان هم يسجلوا الهدف الاول في مباراه اليوم لصالح بتروجيت. وطبعا كابتن محمد شرف واحمد رؤوف والاثنين سعداء جدا مع اعضاء الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي، وبالتاكيد جماهير الاهلي اللي بتتفرج على هذا اللقاء عبر شاشه النادي الاهلي. ترجع الكره مره ثانيه، ادي هجمه انما على طول مقطوعه لنادي بتروجيت في وسط الملعب، هجمات كده زي ما حضراتكم شايفين، وانطلاقه من اللاعب محمد فرج بيلعب الكره هناك ناحيه الشمال عند محمود قط، محمود قط بيحاول يعدي، وتتلعب الكره مره ثانيه اماميه وتوصل لبتروجيت، انما على طول مقطوعه ناحيه الشمال للنادي الاهلي مازن اسامه، والكره الى خارج الملعب، ورمي التماس للاعب ميدو اسامه اللي سجل هدف المباراه في مباراه. ادي الهادي، ادي الهداف، ادي التحرك الرائع لهذا اللاعب، وادي ميدو اسامه اللي سجل الهدف الاول في مباراه اليوم. رمي التماس بتتلعب على طول اماميه وتوصل مره ثانيه، انطلاقه حلوه من اللاعب محمود حمدي اللي بياخد فاول. عجبني جدا والله محمود حمدي، ادي محمود حمدي صاحب اسيست الهدف. اللاعب اللي بيلعب الاسيست ده لا يقل اهميه عن اللاعب اللي بيسجل، يعني ده اداله لعبه راسيه كده موجهه وده هو الجول للاعب ميدو اسامه اللي حطها حلوه وسجل بيها الهدف الاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم اللي متقدم بهدف مقابل لا شيء حتى الان. ركله حره للنادي الاهلي، ميدو نبيل ومازن اسامه الاثنين حوالين الكوره كده، والركلات الثابته واهميه الركلات الثابته. تتلعب على طول من ميدو عاليه داخل المنطقه، ومحاوله مره ثانيه من اللاعب محمود حمدي، انما دفاع بتروجيت عن طريق اللاعب يوسف خليل بيخرجوها علشان تبقى ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. رايح لها بمنتهى الهدوء طبعا لاعب ميدو نبيل، اللاعب اللي لعب للدرجه الاولى اللي امام حضراتكم ده، صاحب القميص رقم 22 اهلي 2003، والركله الركنيه لصالح النادي الاهلي. ميدو نبيل بيلعب الكره العرضيه، ارضيه انما الى خارج الملعب، طلعت وبقت رمي التماس. حكم اللقاء امامنا كابتن حسن محمود، حكم مباراه اليوم. ركله ركنيه والله مش رمي التماس، لعبت المره دي قصيره، يبدو ان في جمله كده متفقين عليها. وادي الكره العرضيه الخطيره جدا، ولكن على طول بيطلع الدفاع ميدو نبيل. ميدو نبيل وميدو اسامه النهارده
الاثنين ميدو عاملين ماتش حلو قوي الحقيقة. ادي الركلة الركنية مرة تانية تتلعب وتوصل للنادي الاهلي. ميدو بيلعب عرضية داخل منطقة وبيطلع على طول دفاع بتروجيت. هجمات خطيرة جدا للنادي الاهلي، عايزين بسرعة بقى ان هم يسجلوا الهدف التاني في مباراة اليوم. ضغط من النادي الاهلي بعد الهدف الجميل اللي حقيقة اللي سجله اللاعب ميدو اسامة من تمريرة ولا اروع من اللاعب محمود حمدي الحقيقة. رمي التماس من ناحية اليمين للنادي الاهلي، جودة على طول بيلعبها، استلام ومحاولة من احمد اشرف انما مقطوعة وتوصل مرة تانية لبتروجيت في وسط الملعب. محمود قط بيعيدها للاعب احمد ابراهيم، بيلعب الكرة الامامية ناحية اليمين هناك. محمد ابراهيم، في احمد ابراهيم وفي محمد ابراهيم لبتروجيت. ادي الانطلاقة بقى من ناحية الشمال، الانطلاقة من ناحية الشمال، ولكن ضغط في هذه اللقطة من اللاعب ابراهيم عبد الحكيم. ادي ابراهيم، يا ولد يا ابراهيم، قدر ان هو ياخد منها رمي التماس. ابراهيم عبد الحكيم اللاعب المتميز، وفي لاعب واقع من بتروجيت في ارض الملعب، نتمنى له السلامة طبعا. اتكلم مع حكم اللقاء كده كابتن حسن محمود. وادي امامنا جودة عبد الجواد عبد الرحمن على التنفيذ ورمي التماس للنادي الاهلي اللي اصبح متقدم بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب ميدو اسامة. رمي التماس من ناحية اليمين، بتتلعب على طول الكورة وتوصل مرة تانية للنادي الاهلي عن طريق اللاعب احمد اشرف انما مقطوعة. وادي الهجمة، يرجع ويجيبها لاعب الاهلي مرة تانية عن طريق اللاعب يوسف عاطف انما مقطوعة مرة تانية. وادي الراجل يعني حاول يسدد انما يعني عدت منه الكرة كده وترجع للنادي الاهلي. ادي بقى الهجمة، لو اتلعبت هجمة مرتدة يا كريم هتبقى افضل، تتلعب مرة تانية واحدة والتانية حلوة، عاوزين يطلعوا بالكرة كده لاعب الاهلي انما ضغط من لاعبي بتروجيت وتتلعب على طول امامية عالية. وادي استلام من اللاعب نصر سعيد، بيحاول يعدي نصر، لسه الكرة معاه، ومرة تانية تتلعب ناحية اليمين. ادي الهجمة لبتروجيت والكرة العرضية الخطرة، خطرة جدا داخل منطقة الجزاء في اتجاه اللاعب محمد كالوشة انما دفاع الاهلي على طول بيطلعوه. هترجع الهجمة، ادي الانطلاقة الحلوة، ادي الانطلاقة الجميلة بقى، ادي الراجل اهو عدى وماشي احمد اشرف انما على طول حكم اللقاء بيدي الفاول لاحمد اشرف وانذار في هذه اللقطة للاعب محمد فرج لاعب نادي بتروجيت في مباراة اليوم. عطل الهجمة انما انطلاقة حلوة قوي من اللاعب احمد اشرف، خد الكرة كده ومشي بيها وقطع بيها مسافة كويسة جدا. وادي الراجل بقى هنا محمد فرج وحكم اللقاء كابتن حسن محمود بيدي الانذار الاول في مباراة اليوم للاعب نادي بتروجيت صاحب القميص رقم 3 محمد فرج. بيتكلم مع الحكم طبعا كابتن حسن محمود. نص ساعة مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي شاشة قناة النادي الاهلي، والتقدم للاهلي بهدف مقابل لا شيء حتى الان. تتلعب الكرة حلوة قوي، واحدة والتانية جميلة. وادي بقى الهجمة، تتلعب على طول عرضية حلوة من ميدو اسامة داخل المنطقة والمحاولة انما على طول تصل الى حارس المرمى محمد عادل امين. توصل الكرة مرة تانية للاعب محمد عادل اللي بيلعبها ناحية الشمال لصالح نادي بتروجيت. تعود الكرة مرة تانية الى محمد عادل امين. محمد عادل بيلعب الكرة ناحية اليمين عند يوسف خليل. يوسف وضغط عليه كده من اللاعب ميدو اسامة اللي سجل الهدف. اللي عاجبني ان لاعبي الاهلي النهارده بيضغطوا، يعني لما لاعبي بتروجيت بياخدوا الكرة كده بنشوف الاهلي بيعمل ضغط عليهم من امام منطقة جزائهم، علشان كده لاعبي بتروجيت ما بيقدروش ان هم يطلعوا بالكرة وبيفقدوها بسرعة، بيضطروا ان هم يلعبوا الكرات الطولية، ودي بتكون من نصيب لاعبي النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين طبعا معانا في ارض الملعب. الاهلي يفوز الكبير طبعا على الاتحاد المونستيري ومارسيل كولر المدير الفني السويسري اللي عامل اداء وطبعا يعني شكله حلو مع النادي الاهلي. طموحات كبيره طبعا لجماهير النادي الاهلي، النادي الاهلي الكبير والنادي الاهلي العريق اللي باذن الله يعود مره ثانيه ويحصل على كل البطولات اللي بيشارك فيها طبعا. ادي احمد ابراهيم، كره عرضيه لبتروجيت خطره جدا، انما عجبني قوي النهارده مصطفى مخلوف، يعني رغم خطوره الكره انما الراجل يحسسك كده انها سهله. حارس المرمى للنادي الاهلي النهارده في مباراه اليوم. ترجع الكره مره ثانيه هناك، وادي الهجمه لصالح لاعبي بتروجيت في احداث هذا اللقاء. زياد اشرف ليوسف خليل ناحيه اليمين، يوسف بيتقدم ولسه الكره معاه. يوسف خليل بيلعب الكره انما مقطوعه في وسط الملعب للنادي الاهلي عن طريق اللاعب مازن اسامه، اتقطعت منه. وادي الهجمه والكره الاماميه اللي تتلعب وتوصل ناحيه اليمين عند اللاعب محمد ابراهيم. محمد ابراهيم بيحاول يعدي، محمد ابراهيم وبيلعب كره عرضيه، كان معاه طبعا هنا كريم عثمان من النادي الاهلي. ترجع، يا ولد يا احمد يا اشرف، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي، يعني ده رقصني انا وانا قاعد على الكرسي هنا. ترجع الكره مره ثانيه، كره لصالح بتروجيت في وسط الملعب للاعب محمد فرج. هجمه كالوشه ناحيه الشمال، احمد ابراهيم عرضيه داخل منطقه الجزاء عاليه وبيامنها
نجم المباراة، واحد من نجوم المباراة الحقيقة، حارس المرمى مصطفى مخلوف اللي أمام حضراتكم. ركلة مرمى للنادي الأهلي. هذه الكرة العرضية من اللاعب أحمد إبراهيم، وادي اللمسة، وادي بقى حارس المرمى. ادي حارس المرمى، ادي حارس المرمى مصطفى مخلوف الحارس المتألق في مباراة اليوم. تصدى لانفراد كامل من اللاعب محمد إبراهيم الحقيقة في بداية المباراة قبل ما الأهلي يسجل. شوف بقى دور حارس المرمى، يعني تصدى اللعبة دي وبعدها على طول قدر ميدو أسامة إن هو يسجل الهدف الأول في أحداث هذا اللقاء. ترجع الكرة مرة تانية، ميدو نبيل أمامية مقطوعة وتتلعب، وادي شرقية محاولة ملعوبة حلوة ناحية اليمين، ادي الانطلاقة والمحاولة، عبد الجواد بيعدي وبيلعب كرة عرضية إنما تصل إلى حارس المرمى محمد عادل. محمد عادل بيلعبها والهجمة لصالح نادي بتروجيت في وسط الملعب كده تتلعب على طول لمحمد كالوشة. محمد كالوشة بيحاول وبيلعب كرة بينية خطرة جدا خطرة جدا خطرة جدا، لكن برافو حارس المرمى مخلوف النهاردة متألق الحقيقة، وبيطلع على طول في هذه اللقطة شرقية إلى خارج الملعب. والله برافو يا مصطفى مخلوف، عامل أداء رائع جدا ودور دفاعي متميز وصاحي ومركز في كل لعبة وفي كل همسة وكل لمسة في المباراة. أدي نصر سعيد لاعب نادي بتروجيت واقع على أرض الملعب، نتمنى له السلامة إن شاء الله ويقوم ويكمل المباراة مع فرقته. مباريات النهارده طبعا. ادي الهجمه وادي بقى حارس البرافو يا ولد يا ولد يا لعيب يا مصطفى يا مخلوف، ومن غير ما يرتكب اي مخالفه كده بيقدر ان هو يتصدى للهجمه الماضيه الحقيقه اللي كانت انفراد للاعب نصر سعيد لاعب نادي بتروجيت. بيلعبوا يعني بعض الاسيستات كده في دفاعات النادي الاهلي، ولكن حارس المرمى النهارده مصطفى مخلوف متالق. ادي بقى فرصه لعيبه اشربوا ميه كده ويلتقطوا الانفاس. اقتربنا طبعا من موسم الشتاء في جمهورية مصر العربية، ربنا يحفظ بلدنا دايما نشوفها دايما في افضل حال. مباريات النهاردة، الاتحاد بيلتقي سموحة، الاتحاد بيلتقي حرس الحدود، وسموحة بيلتقي انبي، البنك الاهلي بيلتقي المطاولون، بيراميدز مع الداخلية، المصري مع طلائع الجيش، ومباراة اليوم طبعا الاهلي وبتروجيت هنا بملاعب الاهلي بمدينة نصر. والنتيجة هي تقدم الاهلي بهدف مقابل لا شيء، سجله اللاعب ميدو اسامة. غزل المحله يلتقي زد، الاسماعيلي مع فيوتشر، والزمالك مع سيراميكا، واسوان مع نصر للمقص. رمي التماس من ناحيه اليمين لصالح نادي بتروجيت في مباراه اليوم هيلعبها احمد ابراهيم. يعني طبعا الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي في مباراه اليوم. رمي التماس لصالح بتروجيت، هتتلعب طويله كده اماميه، بتتلعب على طول عرضيه داخل منطقه الجزاء. ويا ولد يا ولد يا ولد زي الوحش طالع طبعا مصطفى مخلوف حارس المرمى اللي امام حضراتكم. جهاز الفني طبعا النادي الاهلي، محمد شرف مدير فني، احمد رؤوف مدرب مساعد، خالد عثمان مدرب حراس المرمى، محمد راشد اداري، علاء محمود طبيب، علاء مأمون طبيب الفريق، عبد الله سمير مخطط الاحمال، وعبد الحميد حسين اخصائي التدليك اللي كانت عليهم الكاميرا منذ لحظات كده. بتلعب الكره اماميه وتوصل مره ثانيه ناحيه اليمين لبتروجيت وتطلع وتبقى رمي التماس للنادي الاهلي. هذه الكاميرا طبعا مع الكابتن خالد ديبو. ترجع الكره مره ثانيه اماميه ملعوبه، كريم عثمان ناحيه اليمين بياخدها عبد الجواد، بيعدي وبيلعبها لاحمد اشرف، كره عرضيه حلوه على حدود منطقه الجزاء، استلام من اللاعب كريم عثمان اللي مكمل كده وتوصل لاحمد اشرف مره ثانيه بيحاول عليها، ولكن تطلع الكوره وتبقى رمي التماس لصالح نادي بتروجيت من ناحيه الشمال. نلعب في الدقيقه 36 من عمر واحداث الشوط الاول. التقدم كما نشاهد في اعلى يسار الشاشه، شاشه قناه الاهلي، للنادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء، سجله اللاعب ميدو اسامه من اسيست رائع للاعب محمود حمد. ترجع الكره مره ثانيه، دوري الجمهوريه 2003. هذه الانطلاقه ناحيه اليمين للاعب محمد ابراهيم، محمد وشرقيه، محمد ابراهيم وضغط من شرقيه، جات له المعاونه على طول من اللاعب مازن اسامه، وتتلعب على طول من يوسف عاطف عاليه، استلام من اللاعب محمود حمدي انما مقطوعه وتوصل في وسط الملعب مره ثانيه، ياخدها بسرعه لاعبي الاهلي ميدو نبيل. ميدو بيلعبها حلوه لميدو اسامه الهداف اهو اللي سجل الهدف، ميدو اسامه بيلعب الكره حلوه هناك ناحيه اليمين، استلام حلو قوي من عبد الجواد، وكره داخل منطقه الجزاء خطره جدا طبعا انما لمسه يد. حكم اللقاء كابتن حسن محمود. هذه امامنا عبد الجواد عبد الرحمن اللي كان متقدم من ناحيه اليمين ومكمل في الهجمه كده بشكل متميز الحقيقه، انما الكره جت في ايده كده ولمسه يد لصالح نادي بتروجيت. محمد عادل امين
ماتش حلو، مستمتعين بالاداء اللي بيقدمه لاعبي النادي الاهلي النهارده، ولسه في انتظار المزيد باذن الله من الاهداف والتالق لهؤلاء اللاعبين. ترجع الكره في وسط الملعب، استلام بشكل جيد جدا، ميدو اسامه بيعدي وبيلعبها في الوسط كده للاعب ميدو نبيل. ميدو احمد اشرف بيرجع وياخد، تبادل في الادوار رائع جدا كده بين ميدو وبين احمد. ترجع الكره مره ثانيه هناك ناحيه الشمال وتتلعب على طول اماميه، انما مقطوعه ابراهيم عبد الحكيم بيلعب الكره الاماميه العاليه، معديه كده اللاعبي بتروجيت، وادي كره في وسط الملعب، استلام من مازن اسامه، مازن بيسند على طول في الوسط كده لكريم عثمان اللي بيلعب كره اماميه لاحمد اشرف، بيطلع عبد الجواد جوده، ادي جوده ماشي اهو العرضيه، عايز يعدي عده حلوه وخد فاول. يعني هنا المساعد مدي كابتن منى عطله، مدي على الاهلي، وطبعا كابتن حسن محمود مدي الاهلي، مش عارف ازاي على الاهلي، دي غريبه قوي، هنشوفها في القعده اهو. ادي اللقطه، ادي الراجل عدى وماشي، وادي ده يعني الراجل مش ممكن، لاعب بتروجيت وفاول ليه النادي الاهلي من ناحيه اليمين. نركز شويه يا كابتن منى، ادي ركله حره للنادي الاهلي من ناحيه اليمين في مباراه اليوم. وادي امامنا عبد الرحمن عبد الجواد جوده اللي خد الفاول للاهلي، ركله حره للنادي الاهلي. كابتن حسن محمود حكم اللقاء، والركله الحره للاهلي من ناحيه اليمين، دايما بيلعبها مازن اسامه بالقدم اليسرى، والركله الحره للاهلي. هل تشهد جديد؟ قلنا محمود حمدي كان سجل هدف الاهلي في مرمى زد المباراه اللي انتهت 1-0، والاهلي اخذ بيها 3 نقاط، كانت من ركله ركنيه يعني ركله ثابته. ادي الركله الحره من ناحيه اليمين للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. مازن وركله حره للاهلي، لحظات من الترقب هنا بملاعب الاهلي بمدينه نصر، تتلعب على طول عرضيه داخل منطقه خطره جدا، وعبد الجواد عبد الرحمن، ولكن الكره الى خارج الملعب طلعت وبقت ركله مرمى للنادي لنادي بتروجيت. ركله مرمى لمحمد عادل بيلعبها ليوسف خليل، يتقدم يوسف وبيلعب الكره هناك ناحيه الشمال عند احمد ابراهيم، ضغط من احمد اشرف لاعب النادي الاهلي، وجاي له على طول كريم عثمان بيعملوا الضغط، وميدو نبيل تتلعب على طول اماميه اهو، زي ما قلنا لاعبي بتروجيت اول ما بتضغط عليهم بيلعبوا الكرات الطوليه، ودي بتكون من نصيب مدافعي النادي الاهلي. ترجع الكره مره ثانيه، هجمه وفاول، فاول لبتروجيت. 5 دقائق على نهايه احداث الشوط الاول من هذا اللقاء، غير الوقت المحتسب بدلا من الضائع، والنتيجه هي تقدم الاهلي بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب ميدو اسامه. ادي الهجمه، وادي الانطلاقه كانت من اللاعب محمود قطب اللي بياخد الفاول على النادي الاهلي. ركله حره لسه واقع على ارض الملعب محمود قطب، وادي على طول احتياطي فريق بتروجيت كده بيسخنه، سمير محمد يوسف هاني حازم صالح محمد مسعد امير عبد العظيم محمد عبد المجيد حسام حسين عبد الله عبد السلام في اقرى التوقف طبعا هنقول بدلاء النادي الاهلي. ادي الركله الحره لنادي بتروجيت، تتلعب على طول عرضيه داخل منطقه الجزاء، وخطر جدا خطر جدا، وتتلعب على طول اماميه وتوصل الهجمه ناحيه الشمال مره ثانيه لصالح النادي الاهلي عن طريق اللاعب ميدو اسامه. ميدو بيعدي وماشي، ميدو بيعدي وبيلعب كره يا ولد يا ميدو، لعيب حلو قوي، ومحاوله خطره جدا احمد اشرف بيحاول انما طولت، يا ولد يا لعيب يا ميدو، لعبها اسيست رائع جدا في اتجاه اللاعب احمد اشرف اللي الكره كانت اسرع منه شويه، لو استلم احمد اشرف كانت هتبقى هجمه واعده وهجمه خطيره جدا طبعا، وكان ممكن يقترب من تسجيل الهدف الثاني للنادي الاهلي. ادي مازن اسامه اهو اللي كان امام حضراتكم، وحكم اللقاء يبدو يوقف اللعب، بيتكلم كده مع اعضاء الجهاز الفني لنادي بتروجيت في مباراه اليوم كابتن حسن محمود، بيقول لهم ان هو كان قريب من اللعبه. ادي الهجمه طبعا والكره بتاعت اللاعب ميدو اسامه، لعيب يعني متميز وسجل هدف، وشوف بيعدي ازاي، وشوف لعيبه حلوه قوي، لعيبه حلوه قوي، انما احمد اشرف ياه عدت من على وش رجله كده، لو وقفت معاه الكره دي الراجل يعني احمد اشرف كان هيروح وجها لوجه مع محمد عادل امين. ادي حكم اللقاء كابتن حسن محمود حكم مباراه اليوم. ركله مرمى لنادي بتروجيت تتلعب على طول، توصل ناحيه اليمين، انطلاقه للاعب يوسف خليل، يوسف زياد اشرف يتقدم وماشي لسه الكره معاه، وبيلعبها لاحمد ابراهيم، ترجع الى حارس المرمى محمد عادل،
الضغط اللي قلنا لحضراتكم عليه اللي بيعمله لاعبي الاهلي، ما بيسيبهمش يحضروا من تحت، ترجع الكوره ناحيه الشمال، استلام من ميدو نبيل وترجع مره ثانيه لميدو اسامه. ميدو بيلعب كره عرضيه خطيره جدا ولكن مقطوعه من دفاع نادي بتروجيت وتتلعب ناحيه اليمين. هذه الهجمه ولكن يضغط في توقيت مثالي الحقيقه اللاعب مازن اسامه وبيطلعها، هتبقى رميه تماس. تتلعب الكره مره ثانيه للنادي بتروجيت والضغط من لاعبي الاهلي ياخدوها على طول بسرعه. وادي مازن اسامه بيحاول عليها، مازن وبرافو يا مازن، شوف المجهود اللي عمله مازن، قدر ان هو ياخد رميه تماس. رجوله كبيره جدا من لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم. تتلعب الكره اماميه عاليه وتوصل بلمسه راسيه كده، وادي بقى لاعبي بتروجيت بيغلطوا وترجع الكره في وسط الملعب، انما الضغط اللي بيعمله كريم عثمان وبياخدوا الكره على طول. فاول للنادي الاهلي، فاول للنادي الاهلي لصالح اللاعب يوسف عاطف. هذا واضح امامنا في الكادر، يوسف عاطف واللاعب شرقيه. ادي يوسف عاطف، وشوف الراجل داخل عامل ايه، مش ممكن ما لعبش على الكره تماما. هنا اللاعب رقم 9 نصر سعيد، انذار وحيد في مباراه اليوم للاعب محمد فرج لاعب بتروجيت من قبل حكم اللقاء كابتن حسن محمود. ترجع الكره شرقيه بيلعبها ناحيه الشمال عند ميدو نبيل اللي بيلعبها واحده والثانيه كده، وترجع الكره مره اخرى للنادي الاهلي عن طريق اللاعب ميدو. شرقيه بيفتح الملعب، يوسف عاطف، جوده ناحيه اليمين، نقلات من لاعبي النادي الاهلي، وترجع الكره الى واحد من نجوم المباراه مصطفى مخلوف حارس المرمى اللي بيلعبها في اتجاه شرقيه. شرقيه بيغير الملعب مره ثانيه ناحيه اليمين عند يوسف. اماميه عاملين ماتش حلو قوي النهارده ابراهيم عبد الحكيم ويوسف وشرقيه. ادي كره تتلعب اماميه وتوصل هناك ناحيه اليمين احمد اشرف. لسه الكره احمد اشرف بيعدي وماشي على شماله وبيسند في وسط الملعب مره ثانيه كريم. اماميه ملعوبه حلوه، وادي هجمه جميله، وادي ميدو اهو وبيلعبها. يا ولد حلوه من ميدو نبيل، الفكره حلوه الحقيقه، انما توصل الى محمد عادل امين حارس مرمى نادي بتروجيت في احداث هذا اللقاء. تتلعب الكوره، ادي امامنا اللاعب ميدو نبيل، قلنا لحضراتكم لاعب درجه اولى. تتلعب الكوره مره ثانيه لصالح بتروجيت وتتلعب اماميه عاليه. شرقيه بيضغط، شرقيه على اللاعب كالوشه، وانطلاقه من ناحيه اليمين لبتروجيت، انما برافو شرقيه، شوف حط جسمه ازاي الراجل واخد الكوره بشكل متميز جدا ولعبها اماميه عاليه في اتجاه اللاعب ميدو اسامه. توصل في وسط الملعب لميدو نبيل، لميدو اسامه، ميدو الميدو، ولكن على طول مقطوعه، وتوصل الكره ناحيه اليمين عند اللاعب احمد ابراهيم اللي بيخبطها كده في اللاعب ميدو اسامه وتطلع وتبقى رميه تماس لنادي بتروجيت من الجانب الايمن من ملعب المباراه. احمد ابراهيم هيلعب رميه تماس، بيلعبها على طول اماميه احمد ابراهيم في وسط الملعب، استلام وانطلاقه كده من اللاعب محمد ابراهيم، عدى ولسه بيحاول، وترجع الكوره لقط في وسط الملعب لمحمد فرج. محمد فرج بيلعبها في الخلف مره ثانيه ليوسف خليل. ادي الضغط اللي بيعمله لاعبي الاهلي مقفلين المساحات، علشان كده لاعبي بتروجيت ما لقوش فرصه ان هم يلعبوا لقدام، فاضطروا ان هم يعودوا بالخلف للخلف كده. كره اماميه ملعوبه من محمد عادل امين، عاليه ومعديه هناك، ضغط من جوده، ترجع الكوره لابراهيم عبد الحكيم. ابراهيم بيلعب الكره الاماميه العاليه، وادي بقى مكمل عليها محمود حمدي. محمود حمدي خطره جدا، ولكن محمد عادل امين طالع من مرماه. زي ما قلت لحضراتكم عاجبني جدا اداء محمود حمدي في ماتش النهارده، الراجل متالق جدا، وصل اكتر من مره وصنع اسيست الجول وبيضغط دايما. ادي كوره مره ثانيه ميدو عايز يلعبها حلوه في اتجاه اللاعب مازن اهلا وعدت، انما على طول مقطوعه للاعبي بتروجيت. وادي على طول حكم اللقاء ما اداش حاجه، مش ممكن، وترجع الكوره مره ثانيه للاعبي بتروجيت ناحيه اليمين. ادي الهجمه، وادي كالوشا بيحاول يعدي، كالوشا ومعاه يوسف عاطف. كالوشا بيلعبها على طول في وسط الملعب، استلام ومحاوله للاعبي بتروجيت ولعبوها حلوه قوي ناحيه اليمين احمد ابراهيم. احمد ابراهيم العرضيه وخطره وحارس المرمى. يا ولد يا مصطفى يا مخلوف، يا متالق في ماتش النهارده، وتتلعب الكره مره ثانيه، هجمه كانت خطره جدا لنادي بتروجيت في الدقائق الاخيره واللحظات الاخيره او الثواني الاخيره بقى من الوقت الاصلي لاحداث الشوط الاول من هذا اللقاء. وادي مصطفى مخلوف، يا سلام عليك يا مصطفى، يا سلام عليك يا مصطفى، ربنا يحفظك و يعني يبارك لنا فيك يا ابني. لاعب متميز جدا وحارس مرمى رائع، شوف الكوره وشوف الهجمه وشوف اللعبه وشوف الراجل، ايه يا ابني ده، ايه الحلاوه والتالق الكبير ده، قافل الدنيا كلها ومتالق في مباراه اليوم. ترجع الكوره مره ثانيه لصالح بتروجيت. محمد ابراهيم اللحظات الاخيره والدقائق المحتسبه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الاول اللي الاهلي متقدم فيه بهدف سجله اللاعب ميدو اسامه. تتلعب الكوره اماميه، وادي الهجمه مره ثانيه، وادي محمود حمدي، انما على طول توصل للاعبي بتروجيت في وسط الملعب. محمود قطب بيلعبها ناحيه الشمال هناك، مصطفى رضوان
محمد جابر، يوسف خليل. تتلعب الكرة ناحية اليمين، أحمد إبراهيم. وادي هجمة كده في وسط الملعب للاعب محمد فرج. كل النقلات دي طبعا يعني لاعبي الأهلي سايبينهم يعملوا اللي هم عايزينه طالما في وسط ملعبهم. شوف بقى أول ما يبدأوا يدخلوا نص الملعب على طول بيمسكوا الكرة. وادي محمد فرج بيلعب الكرة الأمامية، توصل مرة تانية الكرة. وفي هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء كابتن حسن محمود يطلق صافرة نهاية الشوط الأول، الأهلي 1 بتروجيت لا شيء، سجل هدف ميدو أسامة. مشاهدينا تقبلوا تحياتي تامر عبد السلام، وإلى أن نلتقي في أحداث الشوط الثاني، إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي شاشة قناة الأهلي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، معكم على الهواء المعلق الرياضي تامر عبد السلام، وأحداث الشوط الثاني من لقاء الأهلي وبتروجيت دوري الجمهورية 2003. نتيجة أحداث الشوط الأول هي تقدم النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء، سجله اللاعب ميدو أسامة من أسيست رائع من اللاعب محمود حمدي، اللي زي ما قلنا وتحدثنا أثناء الشوط الأول إن أدي أمام حضراتكم إعادة لهدف اللقاء مع مخرجنا محمد الدكروري. أدي الكرة الحلوة قوي اللي اتلعبت من محمود حمدي للاعب ميدو أسامة اللي قدر إن هو يسجل الهدف الأول في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء، 1 للنادي الأهلي لا شيء لبتروجيت. ده الهدف اللي احنا شفناه طبعا مع بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة مشاهدينا الأعزاء. طبعا زي ما قلنا وشفنا الهدف مع مخرجنا أستاذ محمد البكروري، والهدف اللي تقدم به النادي الأهلي واللي انتهى به شوط المباراة الأول. إذن مشاهدينا الأعزاء في انتظار أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، والأهلي طبعا عمل ماتش حلو قوي الحقيقة، وقدروا إن هم يوصلوا أكتر من مرة عن طريق اللاعب محمود حمدي، وصنعوا الهدف اللاعب محمود حمدي للاعب ميدو أسامة اللي سجل به هدف المباراة الوحيد حتى الآن. وادي أمامنا طبعا طاقم التحكيم اللي بينزلوا أرض الملعب دلوقتي، كابتن حسن محمود، كابتن محمد فؤاد، كابتن منى عطلة. وزي ما قلنا واستعرضنا مع حضراتكم نتائج الاسبوع الماضي، بنذكر حضراتكم بيها مره ثانيه، الاهلي حقق الفوز على زد بهدف مقابل لا شيء، ومصر المقصه والاسماعيلي 1-0 للاسماعيلي، في يوتشر والزمالك، الزمالك حقق الفوز 2-1، وسيراميكا والاتحاد انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف. ادي اعاده للهدف طبعا، الهدف الجميل الحقيقه للاعب ميدو اسامه، والاسيست الرائع من اللاعب محمود حمدي. وادي بقى طبعا الفرحه للكابتن محمد شرف وللعيبه، واجمل صوره واحلى صوره زي ما قلنا لحضراتكم في الشوط الاول، والهدف اللي تقدم به الاهلي بهدف مقابل لا شيء. بتروجيت والمصري زي ما قلنا، المصري بتروجيت حقق الفوز، او المصري حقق الفوز 2-0، طلائع الجيش وبيراميدز، بيراميدز حقق الفوز 2-0، الداخليه والبنك الاهلي، البنك الاهلي كسب الداخليه 1-0، المقاولون وسموحه 2-2، وانبي واسوان 4-0 الانبي. دي نتائج الاسبوع الماضي من دوري الجمهوريه 2003. وادي امامنا لاعبي النادي الاهلي بينزلوا مره ثانيه الى ارض الملعب مشاهدينا الاعزاء. شايفين اللاعب رقم 32 هينزل ارض الملعب من النادي الاهلي. هنشوف مع حضراتكم وتبديلات للنادي الاهلي في مباراه اليوم، هل ده محمد سمير ولا مين؟ النادي الاهلي اللي بيجري التبديلات، كابتن محمد شرف 23 طبعا معانا من النادي الاهلي في مباراه اليوم، هينزل برضو كريم الدبيس في مباراه اليوم للنادي الاهلي. تبديلات للنادي الأهلي في أحداث هذا اللقاء، وطبعا المدير الفني كابتن محمد شرف، وإضافة لبعض العناصر الجديدة من أجل تنشيط الأمور والدنيا كده على المستوى الهجومي في أحداث الشوط الثاني. الأهلي طبعا اللي بيسعى لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في هذا الموسم مشاهدينا الأعزاء. عبد الرحمن،
عبد الرحمن الرشدان هو اللي نزل، اللاعب رقم 32 من النادي الأهلي، واللاعب كريم الدبيسي أيضا هو اللي نزل من تشكيل النادي الأهلي لمباراة اليوم. ترجع الكرة مرة تانية، أدي بدأنا مع حضراتكم على بركة الله أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، وكل التوفيق لنجومنا لاعبي النادي الأهلي في مباراة اليوم. تتلعب الكرة في وسط الملعب، أدي الهجمة ولكن على طول مقطوعة وعائدة مرة تانية لصالح بتروجيت، اللي هنشوف بقى هيعملوا إيه في الشوط الثاني. وأدي المحاولة وماشي الراجل وعدى واحد والتاني، ولكن على طول شرقية بيطلع محمد فرج طبعا هو اللي كان متقدم بالكرة لاعب نادي بتروجيت، والكرة طلعت وبقت رمي التماس من ناحية اليمين للنادي الأهلي في مباراة اليوم. الشوط الثاني وبداية أحداث الشوط الثاني، وبإذن الله يكون شوط ممتع وشوط جميل من لاعبي النادي الأهلي. ورمي التماس وفي توقف للعب كده، نتيجة طبعا زي ما قلنا لحضراتكم 1-0 للأهلي سجله اللاعب ميدو أسامة في الشوط الأول. تتلعب الكرة أمامية وتوصل لإبراهيم عبد الحكيم اللي بيلعب الكرة عالية ومعدية في وسط الملعب كده ومحاولة، ولكن على طول تعود الكرة إلى لاعبي نادي بتروجيت عن طريق اللاعب يوسف اللي بيلعبها أمامية. وادي كرة مرة تانية محمود قط، وترجع الكرة في وسط الملعب للاعبي بتروجيت. ادي أمامنا مصطفى رضوان بيلعبها في وسط الملعب لمحمود، محمود بيغير الملعب هناك عند أحمد إبراهيم ناحية اليمين، بيحاول عليه أحمد إنما الانطلاقة والمقطوعة الكرة والهجمة للنادي الأهلي. ادي الراجل بيعدي وماشي، عدى وماشي بشكل متميز جدا هنا أمامنا اللاعب صاحب القميص رقم 23 رشدان. ادي الهجمة ترجع مرة تانية للنادي الأهلي في وسط الملعب، نقلات كده من لاعبي الأهلي، بداية هجمة تتلعب على طول أمامية، استلام ومحاولة من اللاعب محمود حمدي إنما في تسلل راية وصفارة على النادي الأهلي في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. لازلنا طبعا في بداية أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. تتلعب الكرة توصل ناحية الشمال لصالح بتروجيت مصطفى، وادي كرة إنما إلى خارج الملعب طلعت وبقت رمي التماس في هذه اللحظات. تتلعب الكرة، ادي الهجمة للاعب محمد فرج بيلعبها في وسط الملعب ناحية اليمين لمحمد إبراهيم، محمد بيلعبها لمحمد جابر بيحاول يعدي. ترجع الكرة لبتروجيت مرة تانية في وسط الملعب للاعب محمد فرج، بيغير الملعب هنا ناحية الشمال عند مصطفى رضوان. مصطفى وادي الهجمة لصالح بتروجيت من ناحية الشمال والمحاولة في هذه اللحظات، وكرة عرضية داخل منطقة جزاء خطرة جدا، خطرة جدا تتلعب، ومرة تانية الهجمة خطرة جدا داخل منطقة وتصويبة، تصويبة خطيرة جدا في اللقطة الماضية، إنما إلى خارج الملعب محمد عبد المجيد اللاعب اللي نزل بديل في الشوط الثاني اللي أمام حضراتكم ده، سدد الكرة ومرت بجوار القائم إلى خارج الملعب طلعت وبقت ركلة مرمى في مباراة اليوم. كرة خطرة جدا لبتروجيت في بداية أحداث الشوط الثاني. ادي اللاعب اللي قلنا لحضراتكم محمد عبد المجيد لبتروجيت، ترجع الكره مره تانية للنادي الاهلي الى حارس المرمى مصطفى مخلوف بيلعبها ناحيه اليمين للاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم عن طريق اللاعب عبد الرحمن رشدان. ترجع له كوره بيلعبها على طول اماميه ومعديه لقدام كده وهجمه، وبيحاول عليها طبعا هنا بقى اللاعب الهداف محمود حمدي، انما توصل الى حارس المرمى محمد عادل امين. محمد عادل بيمسك كورته، محمد عادل حارس مرمى نادي بتروجيت في مباراة اليوم، بيلعب الكورة هنا ناحية الشمال للاعب مصطفى رضوان، وضغط من اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن. ترجع الكورة مرة تانية وادي الهجمة، انما ترجع وتعود في الخلف لصالح لاعبي نادي بتروجيت اللي بيلعب الكورة لقدام، توصل ناحية الشمال محاولة في هذه اللقطة للاعب حسام حسين، تتلعب وتوصل مرة تانية. حسام حسين ايضا نزل كده مع بداية الشوط الثاني لفريق بتروجيت صاحب القميص رقم 14. تتلعب الكرة في وسط الملعب للنادي الأهلي، كريم عثمان بيلعب كرة أمامية، استلام في هذه اللقطة للاعبي النادي الأهلي اللي بيبدأوا هجمة عن طريق اللاعب ميدو نبيل في وسط الملعب، استلام وتوصل ناحية اليمين عند عبد الرحمن رشدان في الوسط كده، ملعوبة كرة أمامية. وادي بيحرسها على طول اللاعب عبد الرحمن الى حارس المرمى مصطفى مخلوف. ترجع الكره مره تانية هناك ناحيه اليمين لصالح لاعبي بتروجيت، وترجع لشرقيه
شرقيه في وسط الملعب، استلام من لاعبي النادي الاهلي. شايف انا برضو محمد ميسي متواجد في الملعب من لاعبي النادي الاهلي. ترجع الكوره في الوسط، وادي الهجمه تتلعب اماميه لبتروجيت، محاولات من لاعبي بتروجيت في هذه اللحظات. ادي الكره تتلعب حلوه ناحيه الشمال مره ثانيه، والهجمه لبتروجيت عن طريق اللاعب حسام حسين. ترجع مره ثانيه، الكره عرضيه خطيره انما على طول بيطلع عبد الرحمن رشدان الى خارج الملعب، طلعت وبقت رمي التماس. ادي امامنا عبد الرحمن رشدان، تتلعب الكره وتمر الى خارج الملعب. يبدو انها ركنيه، او هنشوف بالفعل ركله ركنيه لصالح بتروجيت من ناحيه الشمال، او فاول لنادي بتروجيت من مكان، يعني هو افضل من الركله الركنيه في هذه اللقطه. ركله حره لصالح بتروجيت في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، وضي حائط بشري من ميسي ومن اللاعب ميدو نبي. ركله ركنيه او فاول افضل من الركله الركنيه لصالح بتروجيت من ناحيه الشمال. اتنين لعيبه كده على الكوره، مصطفى رضوان هنشوف هيعملوا ايه لاعبي بتروجيت. ادي مصطفى ومع زميله قط، وهنشوف بقى الركله بتتلعب على طول عاليه عاليه بعيده جدا والى خارج الملعب، تمر كده وتطلع وتبقى ركله مرمى للنادي الاهلي في مباراه اليوم. هنشوف بقى الاضافات اللعيبه عبد الرحمن رشدان وكريم الدبيسي وميسي اللي نزلوا في احداث الشوط الثاني في تشكيل النادي الاهلي، ومديره الفني كابتن محمد شرف. الناس ما كابتن محمد شرف يمكن كان حقق مع فريق 2001 بطوله الجمهوريه، وكان تواجد مع الكابتن سامي قمصان في الجهاز الفني لتدريب الفريق الاول بالنادي الاهلي. وادي امامنا طبعا مايكل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي اللي بيتابع طبعا المباراه، ومعاه كابتن خالد ديبو طبعا رئيس قطاع الناشئين. كل التوفيق ليهم ان شاء الله وللنادي الاهلي وقطاع الناشئين، حاجه جميله جدا. وزي ما حضراتكم شايفين طبعا تغطيه متميزه من قناه النادي الاهلي لمباريات الناشئين الحقيقه، من اجل يعني بقى تسليط الضوء على هؤلاء اللاعبين اللي ان شاء الله هنشوف منهم نجوم كبار جدا في الفتره القادمه في كره القدم المصريه. استاذ محمد الدكروري وفريق العمل بالكامل طبعا والمخرج الكبير البرجاوي. ترجع الكوره للنادي الاهلي، ابراهيم عبد الحكيم بيلعبها في وسط الملعب، وادي الهجمه والكوره الاماميه لميدو اسامه. ميدو بيلعبها ناحيه اليمين، واحده والثانيه كده وترجع لميدو مره. يا ولد يا ميدو يا ولد يا ميدو، وتدخل وحكم اللقاء بيدي فاول للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. لعيب رائع جدا ميدو اسامه ده اللي سجل هدف، وانطلاقاته بتكون مميزه جدا من ناحيه الشمال زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين معانا. وادي التدخل في اللقطه الماضيه من اللاعب يوسف خليل، والفاول للنادي الاهلي من الجانب الايسر من ملعب المباراه. ياما حسمت بطولات وياما انقذت مباريات كانت متقفله، الركلات الثابته يعني ده اللي احنا نقصده، علشان كده بتبقى مهمه جدا. والنادي الاهلي بيجيد الكرات اللي زي دي، وشفنا طبعا بقى هدف محمد عبد المنعم في مرمى الاتحاد المنستيري من العرضيه الرائعه من علي معلول، والفوز والعوده من جديد من تونس اللي اصبحت يعني زيها زي استاد الاهلي والسلام واستاد القاهره واستاد التتش. الاهلي بيعمل مباريات رائعه جدا في تونس. تتلعب على طول الكره عرضيه خطره، مش ممكن مش ممكن، لقطه خطيره جدا ولعبه راسيه تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لصالح نادي بتروجيت. ادي امامنا بقى عبد الجواد جوده كان ممكن يسجل الهدف الثاني. ادي الكوره وشوف بقى ملعوبه حلوه قوي من اللاعب ميدو نبيل، وادي جوده يا جوده كان ممكن جوده مع ذكر بقى الهدف والتفوق للنادي الاهلي على الاتحاد المنستيري، كان ممكن بقى هنا يسجل الحقيقه الهدف في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. بالمناسبه كابتن احمد رؤوف اللي متواجد على طبعا النهارده مدرب في النادي الاهلي، وزي ما قلنا الجول اللي كان سجله محمد عبد المنعم في مرمى الاتحاد المنستيري في بلاس 90، يعني نتذكر بقى هدف احمد رؤوف في الدقيقه 94 بمرمى الدفاع المغربي بالمغرب، وتاهل الاهلي بالمناسبه في الماتش ده لدور الثمانيه بالهدف ده بالكونفدراليه 2014، والبطوله اللي كان حققها النادي الاهلي على حساب سيوي سبورت الافواري بهدف قاتل للمتعب عماد متعب باستاد القاهره الدولي. وبذلك يعني دي كانت البطوله الاولى
لأول يحققها نادي مصري الحقيقة في الكونفدرالية، وطبعا كانت من نصيب العملاق والكبير النادي الأهلي. ترجع الكرة مرة تانية، ادي هجمة حلوة للأهلي ناحية شمال، وادي التصويبة يا ولد يا ولد يا ولد، ايه الكرة دي وايه الهدف الحلو ده وايه التصويبة الجميلة دي، وهدف تاني للنادي الأهلي في مباراة اليوم. يا سلام على التصويبة الحلوة ويا سلام على الهدف الرائع جدا في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء، وكريم الدبيسي بيسجل هدف رائع جدا. يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب، يتلقى التحية من زملائه، وايه التصويبة القوية دي، ده سدد صاروخ، وهدف تاني الراجل ما قدرش يعمل لها حاجة محمد عادل، ادي التصويبة يا ولد بالقدم اليسرى قوية 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 رايحة في الشمال، وعلت الأمال وفرحت الدنيا كلها، وجماهير الأهلي سعيدة بهذه الأهداف الجميلة للنادي الأهلي في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. كريم الدبيسي بيضيف الهدف الثاني للنادي الأهلي البديل في الشوط الثاني الحقيقة. ولد يا ولد يا ولد، تصويبة قوية جدا وتصويبة حلوة قوي، وهدف أكتر من رائع وأكتر من ممتاز للنادي الأهلي اللي بيتقدم بالهدف الثاني. والله على ذكر الأهداف تأتي دائما الأهداف، يعني شفنا قلنا أحمد رؤوف والهدف اللي سجله بمرمى يعني الدفاع المغربي، ومحمد عبد المنعم والهدف اللي سجله في الاتحاد المنستيري. كريم الدبيسي قال لك وأنا كمان أسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمى بتروجيت في مباراة اليوم. عندما نتحدث عن الأهداف دائما ما تأتي، زي ما حضراتكم شفتوا معانا هدف تاني للنادي الأهلي، وفي إنذار كده للاعب نادي بتروجيت اللاعب مصطفى رضوان من حكم اللقاء كابتن حسن محمود اللي أمام حضراتكم. 2 للنادي الأهلي، لا شيء، ادي اللقطة وادي الراجل عدى. يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب، شوف بقى، شوف تصويبة قوية جدا، تصويبة قوية جدا، يعني الكاميرا جايبها بالعافية، وادي بقى من سرعتها ومن قوتها، وهدف صاروخي للنادي الأهلي في مباراة اليوم. اللاعب القادم من وادي دجلة لاعب كريم الدبيسي، إضافة قوية جدا طبعا للنادي الأهلي، وادي طبعا بقى الجهاز الفني النادي بتروجيت، وركلة حرة للنادي الأهلي في أحداث هذا اللقاء المرة دي من ناحية اليمين، بتتلعب على طول عرضية داخل منطقة خطيرة جدا، ولكن بيطلع دفاع بتروجيت في هذه اللحظات. ترجع الكرة مرة تانية تتلعب أمامية وتوصل للنادي الأهلي عن طريق اللاعب ميدو نبيل، بيعيدها إلى حارس المرمى اللي تألق في الشوط الأول مصطفى مخلوف حارس مرمى كبير، وادي على طول الكرة للاعب عبد الرحمن رشدان في وسط الملعب النادي الأهلي، استلام وانطلاقة كده من اللاعب كريم عثمان بيلعبها ناحية الشمال، نقلات من لاعبي النادي الأهلي، ثقة كبيرة طبعا في النفس، تقدم بهدفين مقابل لا شيء، وهدفين الاثنين أجمل من بعض الحقيقة. أدي كريم عثمان بيلعب كرة أمامية في اتجاه اللاعب محمود حمدي، إنما على طول مقطوعة، والهجمة لصالح بتروجيت عن طريق اللاعب محمد فرج اللي بيلعبها، إنما مقطوعة للنادي الأهلي، بيرجعوا يجيبوها بمنتهى السهولة واليسر كده لاعبي النادي الأهلي. كريم الدبيسي ترجع الكرة مرة تانية في وسط الملعب، استلام ومرور ولف كده ودوران من اللاعب ميسي، ترجع كرة في الوسط كريم، إنما هودة بيلعبها ترجع لبتروجيت في وسط الملعب، مقطوعة الكرة والهجمة أصبحت للنادي الأهلي عن طريق اللاعب كريم عثمان، بيفتح الملعب هناك ناحية الشمال، والكرة الأمامية بكعب القدم كده من محمود بيلعبها مع ميدو، واحدة والتانية وانتو كده، ولعبة يعني لو كملت كانت هتبقى أجمل، إنما الفكرة حلوة والتنفيذ كويس، واللعيبة حافظة أماكنها وبتتحرك بشكل متميز جدا، وبيدوروا ويظهروا البعض بشكل رائع لاعبي النادي الأهلي في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. رمي التمس وكرة كده لصالح بتروجيت من ناحية إلين، الأهلي متقدم بهدفين مقابل لا شيء، ميدو أسامة والدبيس، ترجع الكرة في وسط الملعب، محمد أو محمود قط بيلعبها لمصطفى رضوان، مصطفى بيلعب التمريرة الأمامية لصالح بتروجيت في مباراة اليوم، حسام حسين بيلعبها في الوسط ومقطوعة، وهجمة بقى مرتدة للنادي الأهلي، هجمة مرتدة للنادي الأهلي، أقل لمسات في أسرع توقيت، الراجل عدى بشكل متميز جدا، عدى بشكل رائع جدا الحقيقة. هنا ميسي ناحية الشمال وعايز يلعبها كده، فكرتها حلوة يا ميسي، هو عدى بشكل متميز الحقيقة، ولكن كان عايز يلعب الكرة الأمامية ما مشيتش معاه زي ما هو عايز. وادي الهجمة، وادي الراجل على طول بقى هنا في وسط الملعب، عثمان بيقطع، ترجع لميسي بيلعبها ناحية اليمين، استلام ومحاولة مرة تانية للاعب جودة، والكرة إلى خارج الملعب، طبعا
زي ما شفنا وتابعنا كريم الدبيسي رقم 23 كان نزل بدلا من اللاعب مازن أسامة، واللاعب عبد الرحمن رشدان رقم 32 بدلا من اللاعب يوسف عاطف، ومحمد حمدي ميسي بدلا من أحمد أشرف. دي التبديلات الثلاثة اللي كان عملها وأجراها المدير الفني للنادي الأهلي كابتن محمد شرف مع بداية أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، والأهلي متقدم بهدفين مقابل لا شيء، سجلهم ميدو أسامة في الشوط الأول وكريم الدبيسي من تصويبة جميلة في الشوط الثاني. أدي التدخل اللي كان قوي جدا على اللاعب جودة لاعب النادي الأهلي اللي بنتمنى له السلامة إن شاء الله يقوم ويكمل المباراة مع فرقته. أدي النادي الأهلي يوسف شريف بينزل أرض الملعب صاحب القميص رقم 6 أيضا من النادي الأهلي يوسف شريف. تبديلات طبعا من كابتن محمد شرف. ترجع الكرة ملعوبة هناك أمامية ناحية الشمال، وادي الكرة عائدة مرة أخرى للنادي الأهلي إنما مقطوعة لصالح بتروجيت، وادي الكرة الأمامية الملعوبة على الجانب الأيسر من ملعب المباراة. الهجمة عند حسام حسين بيحاول يعدي إنما طلعت ورمي التماس. تتلعب الكرة مرة تانية محمود قط في وسط الملعب، استلام ومحاولة، وادي تمريرة هنا ناحية الشمال مرة أخرى مصطفى رضوان بتروجيت إنما ياخدها ميسي وبيلعبها محمد حمدي ميسي وياخد رمي التماس للنادي الأهلي ليوسف شريف صاحب القميص رقم 6 أهو أمام حضراتكم اللاعب اللي نزل أيضا في الشوط الثاني. ترجع الكرة مرة أخرى، نلعب في دقيقة 62 من عمره وأحداث هذا اللقاء، الأهلي متقدم 2 لا شيء على بتروجيت، وادي هجمة خطر داخل منطقة الجزاء، ولكن يا ولد يا ولد يا ولد اللاعب إبراهيم عبد الحكيم برافو يا إبراهيم يتدخل في توقيت مناسب تماما لأمام حضراتكم في الصورة ده وبيطلع الكرة إلى خارج الملعب وتبقى رمية تمس. تألق كبير جدا للاعبي الأهلي على المستوى الهجومي وعلى المستوى الدفاعي وعلى مستوى خط الوسط، وحتى حارس المرمى النهاردة مصطفى مخلوف كان واحد من نجوم الشوط الأول الحقيقة، واحد من نجوم الشوط الأول تألق بشكل رائع جدا. يوسف شريف اللي هو صاحب القميص رقم 6 كان نزل بدلا من اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن. ادي يوسف اهو اللي نزل مكان عبد الجواد علشان يشغل الجبهه اليمنى للنادي الاهلي. ترجع الكره مره تانية ملعوبه اماميه لصالح بتروجيت، وتمر الكره الى خارج الملعب ورمي التماس. بتتلعب الكره الى حارس المرمى محمد عادل امين. اماميه عاليه الكره ترجع من شرقيه وتوصل في وسط الملعب لصالح بتروجيت. هجمة من ناحية اليمين والمحاولة للاعب محمد إبراهيم بيلعب كرة أمامية في اتجاه كالوشا. كالوشا بيعدي وبيعدل على شمال وتصويبة إنما بعيدة إلى خارج الملعب طلعت وبقت ركلة مرمى في هذه اللحظة. ركلة مرمى في مباراة اليوم لصالح النادي الأهلي ومصطفى مخلوف. تتلعب الكرة مرة تانية في وسط الملعب، وادي لمسه حلوه من ميسي. ميسي بيلعب كوره بقى من ناحيه اليمين، يلا يا رجاله ادي انطلاقه حلوه قوي، وادي المحاوله بقى هنا من يوسف بيحاول يعدي من ناحيه الشمال وتتلعب على طول اماميه وتوصل الكوره مره اخرى للنادي الاهلي في مباراه اليوم. عبد الرحمن رشدان بيلعبها ناحيه الشمال مره اخرى الشرقيه اللي بيتقدم وماشي من ناحيه اليمين. المباراه بدات يعني تتسم شويه بالهدوء، عايزين بقى نسخن مع حضراتكم ونشوف ماتش حلو، ويلا يا رجاله بقى متعونا. الإثارة والندية والمتعة الكروية كانت دايما حاضرة في مباراة اليوم مشاهدين الأعزاء. ترجع الكرة مرة تانية، أدي واحدة والتانية في وسط الملعب للنادي الأهلي. هجمة حلوة، هجمة حلوة للأهلي، بداية مميزة، وأدي كرة ملعوبة أمامية من اللاعب بقى ميدو نبيل إنما توصل إلى حارس المرمى محمد عادل أمين حارس مرمى نادي بتروجيت في أحداث هذا اللقاء. محمد بيلعبها ناحية زياد أشرف اللي بيتقدم للأمام وعلى طول بيضغط بقى عليه في هذه اللقطة اللاعب ميدو نبيل، وادي الهجمه وتتلعب الكوره والمحاوله لصالح نادي بتروجيت في احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء. والانطلاقه للاعب مصطفى رضوان. مصطفى
في وسط الملعب الكرة لصالح بتروجيتا عن طريق اللاعب محمد فرج. نقلات كده ومحاولة في هذه اللقطة، ودي تصويبة، ودي تصويبة بقى ولكن تمر إلى خارج الملعب عند حارسنا المتألق مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الأهلي في مباراة اليوم. اللاعب محمد إبراهيم هو اللي سدد، والكرة مرت إلى خارج الملعب. أدي محمد إبراهيم أمام حضراتكم لاعب نادي بتروجيتا في أحداث هذا اللقاء. ترجع الكرة للنادي الأهلي، الانطلاقة تتلعب على طول الكرة في وسط الملعب عند ميسي محمد حمدي. في وسط الملعب لبتروجيتا مقطوعة، ضغط كده من اللاعب كريم عثمان ومع اللاعب شرقية اللي بدأ يقابل من وسط الملعب أهو أمام حضراتكم. محمد إبراهيم لبتروجيتا، وأدي الهجمة وتتلعب على طول ناحية الشمال مرة تانية لنادي بتروجيتا. أدي الكرة لمحمود قط، محمود بيلعبها لمصطفى رضوان، مصطفى بيحاول يعدي مصطفى ويوسف. اتلعبت الكرة ولكن يا ولد في توقيت مناسب تماما بيطلع اللاعب عبد الرحمن رشدان. وادي امامنا هنا بقى ابراهيم عبد الحكيم لاعب النادي الاهلي، لاعب المتألق جدا على المستوى الدفاعي الحقيقه. طبعا كان معاهم يوسف عاطف في الشوط الاول. تتلعب الكرة وتوصل في الخلف للنادي الاهلي، ابراهيم عبد الحكيم لشرقية هناك ناحية الشمال، تتلعب من ميدو أمامية أمامها مقطوعة لصالح بتروجيت في وسط الملعب للاعب محمد إبراهيم. واحدة والتانية كده وهجمات لبتروجيت في أحداث هذا اللقاء، والكرة تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس. طبعا شفنا إدارة النادي الأهلي كانوا بيطلبوا كده أن جماهيرهم بقى جماهير الأهلي الوفية والعظيمة تكون موجودة بكامل السعة لاستاد الأهلي والسلام في مباراة الاتحاد المنستيري. الأهلي والله وحشنا أن الملاعب في مصر تكون ممتلئة بالجماهير والأهازيج والأغاني والأمور الجميلة اللي كنا بنشوفها طبعا، والمساندة الكبيرة من جماهير النادي الأهلي لفريقهم ولمارسيل كولر وللاعبين وللكل طبعا. ولكن طبعا أكيد مع الالتزام، وإن شاء الله قريبا نشوف بقى الجماهير المصرية مرة تانية يعني في ملعبنا. كلنا متابعين طبعا الاخبار، وان الاتحاد الافريقي خلاص يعني لو حابب انك تلعب بساعه الاستاد كامله ما عادش في مشكله ان شاء الله مع الموافقات الامنيه والصحيه. نتمنى بقى ان شاء الله ان احنا نشوف الاستاد ممتلئ عن بكره ابيه وتشجيع كما تعودنا من جماهير النادي الاهلي للاعبيهم ولنجومهم، ويتاهل الاهلي باذن الله. والبحث بقى عن الاميره الافريقيه من جديد، النادي الاهلي اللي كان وصل للمباراه النهائيه في الموسم الماضي، وشفنا طبعا كلنا الامور اللي كانت يعني غير طبيعيه، ومباراه من يعني مباراه واحده، النهائي من مباراه واحده، وامور يعني غريبه جدا شفناها. انما الاهلي يظل كبير ويظل هو البطل ويظل هو الفريق يعني نادي القرن في افريقيا، يكفي ان احنا نقول ده، وكلنا عارفين طبعا قيمه النادي الاهلي. ترجع الكره مره ثانيه للاعب عبد الرحمن رشدان، بيعيدها الى حارس المرمى مصطفى مخلوف، الى عبد الرحمن مره ثانيه. رشدان يتقدم للامام، رشدان اللاعب القادم ايضا من وادي دجله، هو كريم الدبيس. كريم كان سجل الهدف الثاني في مباراه اليوم، هدف كان رائع جدا. وادي بقى هنا فاول لصالح نادي بتروجيت على اللاعب يوسف من النادي الاهلي، يوسف شريف، وفاول لصالح نادي بتروجيت. ادي اللقطه، ادي يوسف شريف، وادي الراجل يعني بيحاول ياخد الكره يوسف في اللقطه الماضيه، حماس كبير للاعب يوسف شريف، وفاول لصالح نادي وادي دجله. اللاعب محمد عبد المجيد، ادي امامنا يوسف اللي كان نزل في الشوط الثاني بدلا من اللاعب عبد الرحمن جوده. ركله حره لنادي بتروجيت، تقدم للاهلي بهدفين مقابل لا شيء. مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي شاشه قناه النادي الاهلي، ميدو اسامه وكريم الدبيسي هم اللي سجلوا الهدفين. وادي شايف انا اللاعب ميدو نبيل، واحد من نجوم المباراه. امامنا بقى طبعا كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي يتابع احداث هذا اللقاء. واحد من اللعيبه اللي يعني ارتبطوا ارتباط كبير مع الجماهير بالنادي الاهلي، جماهير اللي بتحب دايما طبعا اللمسات وبتحب الانجازات، وخالد بيبو كان يعني واحد من نجوم النادي الاهلي. ادي كره تتلعب هناك ناحيه اليمين، محاوله لصالح نادي بتروجيت، وتمر الكره الى خارج الملعب ورميه تماس لصالح بتروجيت من ناحيه اليمين. اهتمام كبير جدا طبعا بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي من اجل تدعيم
النادي الأهلي والفريق الأول بلاعبين سوبر طبعا زي ما اتعودنا من لاعبي قطاع الناشئين على مدار تاريخ النادي الأهلي، تاريخ كبير والتاريخ العريق لهذا النادي الحقيقة معشوق الجماهير. نادي الأول في إفريقيا وفي الشرق الأوسط وفي مصر، وقول زي ما أنت عايز، النادي الأهلي النادي الكبير والنادي العريق والنادي التاريخي. وطبعا الاهتمام بالناشئين، حضرتك لما بتحب تعمل عمارة كده 8 9 أدوار أو أعلى من كده كمان، بتهتم بالتأكيد بالأساس علشان تقدر تشيل الأمور دي كلها. فالأساس لازم يكون مهم جدا، وهم اللعيبة البراعم واللعيبة الناشئين. كابتن تامر حفني طبعا المدير الفني للبراعم للنادي الأهلي، وكابتن خالد بيبو رئيس القطاع. ودي كرة خطرة جدا، خطيرة للنادي الأهلي، تتلعب أمامية جميلة ومحاولة في اتجاه اللاعب ميدو أسامة اللي كان قريب جدا من أنه هو يسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي في مباراة اليوم. اهتمام كبير طبعا زي ما قلنا، ومدربو قطاع الناشئين بالنادي الأهلي كلهم يعني الحقيقة متميزين جدا، نتمنى لهم كل التوفيق. والكل في دائرة واحدة. ادي امامنا بقى كابتن محمد شرف المدير الفني للنادي الأهلي في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. ورمية التماس من ناحية الشمال لصالح نادي بتروجيت، رمية التماس لبتروجيت من ناحية الشمال، رمية التماس لبتروجيت بتتلعب على طول أمامية، المحاولة لصالح نادي بتروجيت في أحداث هذا اللقاء. محمود قط، أدي محمود بيلعب الكرة هناك ناحية اليمين مرة تانية في اتجاه اللاعب يوسف خليل، يوسف بيلعبها يوسف لأحمد إبراهيم، ترجع ليوسف اللي بيلعب الكرة إلى حارس المرمى محمد عادل أمين. محمد عادل أمين وادي الضغط من لاعبي الأهلي عن طريق اللاعب محمود حمدي اللي يعني بيعمل الضغط في هذه اللحظات، وتعود الكرة إلى مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الأهلي في هذا اللقاء. طبعا قلنا ان هو كان تألق في الشوط الاول الحقيقة حارس المرمى مصطفى مخلوف، كرة تتلعب على طول امامية عالية ومعدية واصلة هناك ناحية شمال، وادي ميدو، ادي ميدو بيحاول والكرة تمر الى خارج الملعب وياخد منها ركلة ركنية للنادي الاهلي من ناحية الشمال. ركلة ركنية للنادي الاهلي من ناحية الشمال، وزي ما قلنا انه اللاعب محمود حمدي كان سجل هدف النادي الاهلي اللي فاز بيه في الاسبوع الاول من هذا الدوري على فريق زد خارج الارض بهدف من ركلة ركنية بلعبة رأسية. هل يقررها مرة تانية محمود حمدي اللي يعني شفنا تألقه في الشوط الأول وشفنا الأسيست اللي كان صنعه في الهدف الأول، وهذه كرة خطرة جدا وشرقية شرقية ولكن تمر إلى خارج الملعب وتمر بجوار القائم الأيسر وإلى خارج الملعب. هذه شرقية هو محمد شرقية اللاعب اللي لعب في الفريق الأول بياخد الكرة العرضية من اللاعب ميدو أسامة وبلعبة رأسية، إنما يعني مشيت وبيتفرج عليها محمد عادل امين ما كانش يقدر يعمل لها حاجه الحقيقه. الكره اللي عدت بجوار القائم الايسر دي من مرمى نادي بتروجيت في مباراه اليوم، تتلعب الكره اماميه مره تانية وتمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس للنادي الاهلي في مباراه اليوم. وامامنا بقى على طول اللاعب يوسف شريف، رميه التماس تطلع وتبقى البتروجيت مصطفى رضوان، ورميه التماس لبتروجيت في احداث هذا اللقاء. مصطفى رضوان بيلعب الكرة الأمامية العالية وتمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس من اللاعب محمد عبد المجيد، اللاعب اللي كان نزل بديل في أحداث الشوط الثاني لنادي بتروجيت. رمية تماس يوسف شريف مرة تانية، يوسف خد كرة رشدان، وادي على طول إبراهيم عبد الحكيم وترجع الكرة. هل بقى كان فيها لمسة يد ولا حكم اللقاء ما اداش حاجة، والكرة تطلع وتبقى رمية تماس للنادي الأهلي. أمامنا اللاعب يوسف شريف جابها اليمنى في النادي الأهلي متميزة الحقيقة، اللاعب عبد الرحمن جودة اللي كان لاعب في الشوط الأول وجزء من الشوط الثاني، وأيضا اللاعب يوسف شريف اللي أمام حضراتكم ده. ترجع الكرة مرة تانية في الخلف للاعب يوسف خليل إلى حارس المرمى محمد عادل، محمد عادل أمين بيلعب الكرة الأمامية العالية ومعدية وتصل إلى حارس المرمى مصطفى مخلوف. مصطفى مخلوف نال الإشادة من الكل النهاردة الحقيقة، حارس المرمى مستقبل إن شاء الله يكون كبير لهذا الحارس مصطفى مخلوف. لازم طبعا عندما نتحدث عن مصطفى مخلوف ندي للراجل خالد عثمان مدرب حراس المرمى حقه الحقيقة، ونشكره على المستوى الرائع للحارس مصطفى مخلوف. كابتن خالد عثمان المدرب لحراس المرمى للنادي الأهلي مواليد 2003. أدي ركلة حرة
من ناحية اليمين لصالح نادي بتروجيت في أحداث هذا اللقاء. الدقيقة 75 من عمر وأحداث الشوط الثاني والمباراة مشاهدين الأعزاء، مشاهدي شاشة قناة النادي الأهلي. التقدم للأهلي بهدفين مقابل لا شيء سجلهم ميدو أسامة في الشوط الأول، وطبعا اللاعب كريم الدبيسي من تصويبة قوية في الشوط الثاني. ركلة حرة لصالح نادي بتروجيت من ناحية اليمين، ركلة حرة لبتروجيت من ناحية اليمين أمامنا حكم اللقاء كابتن حسن محمود، وادي تبديل لنادي بتروجيت في أحداث هذا اللقاء. عبد الله عبد السلام بينزل صاحب القميص رقم 18، والركلة الحرة من ناحية اليمين لصالح بتروجيت بتتلعب على طول عرضية، ولكن يا ولد يا ولد على التألق الحقيقة لحارس المرمى مصطفى مخلوف، يا ولد على التألق لصالح يعني مصطفى مخلوف. تتلعب الكرة مرة تانية لصالح نادي بتروجيت في أحداث هذا اللقاء، وتعود الكرة للنادي الأهلي اللي كان بيحاول يعمل هجمة مرتدة كده في اتجاه اللاعب محمود حمدي، إنما تعود الكرة إلى حارس المرمى محمد عادل أمين بيلعب الكرة الأمامية عادل عالية وخطيرة، وادي الراجل اللي لسه نازل، ولكن يا ولد يا حارس المرمى بيمسك، وحكم اللقاء بيقول إن هو ما عداش بالخط، يعني واعي ومصحصح ومركز وعارف مكانه فين والبوزيشن اللي هو واخده يعني، وهل بقى هو عدى الخط ما عداش الخط. برافو يا مصطفى مخلوف، برافو يا مصطفى مخلوف، حارس مرمى كبير وحارس مرمى متميز على الرغم من قلة الكرات وندرتها في الشوط الثاني اللي جت عليه، ولكن الراجل مصحصح كده وسخن وعارف هو بيعمل ايه كويس جدا، ووعي لمركزه والمكانه في الكرة اللي فاتت دي. ادي كرة تمر الى خارج الملعب ورمي التماس، وفي لاعب واقع من النادي الاهلي نتمنى له السلامة ان شاء الله ان هو يقوم ويكمل المباراة. هينزله طبعا طبيب الفريق علاء مأمون وعبد الله سمير ومعاهم عبد الحميد حسين الجهاز الطبي، احمال بقى والتدليك للنادي الاهلي. وادي امامنا شد كده مجهود كبير طبعا بذل ولازلنا في بداية الموسم، واللعيبة طبعا اللي بتحاول انها تكتمل لياقتها الفنية والبدنية. وادي امامنا ميدو اسامة واحد من نجوم المباراة واللي كان سجل الهدف الاول في احداث هذا اللقاء. يقوم ميدو اسامة ويكمل المباراة مع فرقته، ألف سلام عليك يا ميدو، وطبعا واحد من النجوم الكبار واللعيبة المتميزين، نتمنى طبعا السلامة للكل. ترجع الكرة ناحية الشمال، أدي هجمة ومحاولة النادي بتروجيت هناك ناحية الشمال، وبيحاول يعدي اللاعب محمد عبد المجيد إنما مقطوعة، وأدي على طول بيحاول محمود حمدي لاعب النادي الأهلي، وأدي الهجمة وتتلعب، رشدان بيقطع وفاول لصالح نادي بتروجيت من ناحية الشمال. كابتن حسن محمود حكم هذا اللقاء. وادي امامنا اللاعب عبد الرحمن رشدان لاعب القادم من وادي دجله اللي انضم في هذا الموسم للاهلي 2003. في وسط الملعب محمد كالوشا هناك ناحيه اليمين لصالح نادي بتروجيت، انطلاقه من الجانب الايمن من ملعب المباراه. ادي الهجمه لصالح بتروجيت، عدى حلوه واحمد ابراهيم، وبيلعب كره عرضيه خطيره جدا خطيره جدا، ولكن تدخل في توقيت مناسب وتغطية رائعة جدا الحقيقة من اللاعب يوسف شريف. برافو يا يوسف، يوسف شريف لاعب النادي الأهلي في اللقطة الماضية. أدي المرور وأدي الكرة الحلوة اللي اتلعبت بشكل متميز الحقيقة من اللاعب حسام حسين في اتجاه أحمد إبراهيم، والعرضية والمحاولة من اللاعب محمد عبد المجيد، ولكن يوسف شريف كان يعني متواجد في اللقطة الماضية وصاحي وطلع الكرة اللي كانت خطيرة لنادي بتروجيت. والآن رمي التماس للنادي الأهلي من ناحية اليمين. عبد الرحمن رشدان هيلعب رمي التماس من ناحية اليمين، بيلعبها على طول طولية، وادي الهجمة في اتجاه ميسي إنما على طول ترجع، ومرة تانية حكم اللقاء ما اداش حاجة. يعني كابتن حسن محمود الراجل كده لاعب بتروجيت، ده الراجل النادي الأهلي عبد الرحمن رشدان مش ممكن طبعا، ادي هو بيقول له يعني اللاعب بتاع بتروجيت كده ازاي ما اتحسبتش فاول دي يعني. اكيد ادي بقى هنا عبد الله عبد السلام لاعب نادي بتروجيت ورشدان في اللقطه الماضيه. تتلعب الكره مره ثانيه، لازم بقى طبعا اللعيبه كلها تحافظ على بعض. وادي بقى انطلاقه في وسط الملعب وتمريره حلوه قوي، والانطلاقه من ناحيه اليمين، يلا يا ميسي يلا يا ميسي، مهارتك بقى وفنياتك والامور الحلوه هنشوفها. ادي ميسي اهو عدى على شماله، حلوه حلوه حلوه، وبيلعب كره عرضيه على حدود المنطقه، ومره ثانيه النادي الاهلي. وادي بقى كره وتصويبه انما عاليه والى خارج الملعب، طلعت وبقت ركله مرمى لنادي بتروجيت في مباراه اليوم. هجمه حلوه قوي اتلعبت من وسط الملعب، اسيست رائع الحقيقه
من اللاعب ابراهيم عبد الحكيم ووصلت في اتجاه ميسي اللي اخذ الكره ناحيه اليمين وعدى ومشي بعرض الملعب ولعبها وتصويبه من النادي الاهلي تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لصالح بتروجيت. الاهلي بيحاول ادي ميسي مره ثانيه ولكن تمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس من ناحيه الشمال لصالح نادي بتروجيت. على يعني فترات كده الامور بتبقى جميله جدا لما بنشوف هجمات للنادي الاهلي وكوره شكلها حلو امام منطقه الجزاء. طبعا النتيجه اللعيبه يعني نقدر نقول مطمنين 2 لا شيء للنادي الاهلي، مسيطرين على اجواء المباراه، قادرين ان هم يسرعوا الريتم ويعلوا الريتم براحتهم في مباراه اليوم، ولا زلنا في بدايه الموسم بقى، والكابتن محمد شرف والكابتن احمد رؤوف وبقيه طبعا الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي 2003. وبالتاكيد يعني ان شاء الله في قادم المباريات هنشوف مستوى متميز واعلى وافضل من كده بالتاكيد، يعني بننتظر منهم الكثير ان شاء الله رب العالمين، هؤلاء اللاعبين مع جهازهم الفني وكل فرق وانديه القطاع سواء بقى براعم او ناشئين للنادي الاهلي. ترجع الكره مره ثانيه، ادي هجمه ومحاوله في هذه اللحظات تتلعب الكره مره اخرى، والانطلاقه الحلوه من اللاعب ميدو اسامه بيلعبها هناك ناحيه الشمال، وادي الانطلاقه الحلوه يوسف شريف، يوسف اللي اتنقل هناك ناحيه الشمال، يا ولد يا لعيب عدى حلو قوي ماشي وعرضيه وميسي. يا سلام يا ولد يا لعيب، يا محمد يا حمدي يا ميسي بيسجل الهدف الثالث في مباراه اليوم، والوصف مش منصف بالشعر والابيات. ادي الكوره لميسي تحلالك النهايات، هدف رائع جدا لهذا اللاعب المتالق الحقيقه يوسف شريف. وهنا بقى محمد حمدي ميسي كرة عرضية حلوة قوي، واد يا ولد يا لعيب يا يوسف يا شريف، شوف بقى الصناعة وشوف المهارة وشوف الانطلاقة من ناحية الشمال، وادي العرضية الحلوة، وادي ميسي وهوبا، حلوة. ثلاثة الأهلي، وادي الراجل بقى محمد عادل أمين بيندب حظه في مباراة اليوم، وربنا يكفيك شر الأهلي لما يكون فايق. وادي بقى أمامنا ميسي وسجل هدف جميل جدا، يعني الاثنين بقى البدلاء اللي نزلوا الدبيسي وميسي سجلوا في مباراة اليوم، رؤية جميلة وتغييرات موفقة من كابتن محمد شرف، نتمنى له كل التوفيق الحقيقة. ثلاثة الأهلي لا شيء بتروجيت في أحداث هذا اللقاء، الدقيقة 82 من عمر وأحداث الشوط الثاني والمباراة. مشاهدينا الأعزاء أدي أمامنا ميدو أسامة، وأدي تبديلات لنادي بتروجيت، شايفين اللاعب رقم 2 يوسف هاني واللاعب امير عبد الحميد، امير عبد العظيم، يوسف هاني وامير عبد العظيم. فرحه كبيره طبعا للاطار الفني للنادي الاهلي، محمد شرف، احمد رؤوف، خالد عثمان، محمد راشد، علاء محمود، عبد الله سمير، عبد الحميد حسين، ولكل جماهير النادي الاهلي طبعا اللي بتتابع احداث هذا اللقاء وتطمئن على اللاعبين الشباب للنادي الاهلي، مستقبل النادي الاهلي ان شاء الله ربنا يوفقهم. ودايما نستمتع بمباريات الاهلي دائما، وهو يفوز وهو يتالق على مستوى كل شيء، على مستوى البراعم، على مستوى الناشئين، على مستوى الفريق الاول، على كل المستويات. الاهلي دايما بيفرح جمهوره ودايما بنكون سعداء مع النادي الاهلي. ترجع الكره مره ثانيه هناك ناحيه الشمال، ادي الهجمه لصالح بتروجيت اللي يعني اصبح لا حول لهم ولا قوه في مباراة اليوم. وثلاثة هنا بملاعب الأهلي بمدينة نصر، الأهلي على بتروجيت 3، وممكن يسجلوا أدي شرقية بيلعب كرة هناك ناحية الشمال، وأدي الانطلاقة بقى من اللاعب يوسف شريف، يا ولد يا يوسف مهاري جدا اللاعب ده الحقيقة، وعمل خطورة كبيرة جدا لما انتقل ناحية الشمال كده وقدر إن هو يشكل خطورة كبيرة جدا وعدى بشكل متميز. شفنا في الهدف الثالث اللي لعبه لميسي اللي اتحرك بشكل رائع جدا داخل منطقة الجزاء وسدد وسجل الهدف الثالث الجميل للنادي الأهلي في مباراة اليوم. واقع على أرض الملعب لاعب من نادي بتروجيت، نتمنى له السلامة. مجهود كبير زي ما قلنا لحضرات كل اللاعبين، شفنا الشد العضلي ولازلنا زي ما قلنا في بداية الموسم. أدي الهجمة وأدي بقى الكرة الحلوة، أدي الكرة الحلوة و شوف بقى هنا المهارة يا ولد يا لعيب يا يوسف يا شريف، عدى واحد حلو قوي بشكل متميز ولعب كرة عرضية، وعمنا ميسي سجل الهدف الثالث للنادي الأهلي في مباراة اليوم. مشاهدينا الأعزاء، محمد حمدي ميسي، هدف جميل جدا والله الثلاث أهداف النهاردة روعة، استمتعنا. وادي كرة مرة تانية في اتجاه ميسي، وتعود الكرة إلى حارس المرمى محمد عادل. لاعب محمود حمدي ايضا تالق في مباراه اليوم اللي كان سجل هدف الفوز في مباراه زد،
وكان صنع الاسيست في الهدف الاول، عمل الاسيست اللاعب ميدو اسامه صنع الهدف يعني. تعود الكره الى حارس المرمى، مخلوف بيلعبها الى رشدان اللي بيلعب الكره الاماميه، رشدان عاليه، وادي اللمسه الراسيه من حمدي، لعيب متميز، لعيب محطه، لعيب بتسند عليه الكره بشكل رائع جدا، بيتحرك وبيعمل خلخله وبيعمل اسيست متميز لزملائه. مش لازم ان راس الحربه يسجل زي ما قلنا في الشوط الاول، ممكن ان هو يصنع اهداف وممكن يفضي مساحات، ودي حاجه كويسه ودي من ضمن ادواره برضه بالمناسبه يعني. نجاح كبير للاعب محمود حمدي لاعب النادي الاهلي في مباراه اليوم. ترجع الكره مره ثانيه هناك ناحيه اليمين لشرقيه، شرقيه بيلعب الكره الاماميه العاليه، معديه واصله في وسط الملعب كده للاعب مصطفى رضوان، وتعود الكره لصالح نادي بتروجيت في احداث هذا اللقاء. محمود قط وواحده والثانيه والثالثه كده اتلعبت ناحيه اليمين لصالح بتروجيت، هجمه لبتروجيت ناحيه الشمال، وادي الكره العرضيه ولكن يعني بشكل تلفزيوني كده بيحرسها حارس المرمى مصطفى مخلوف، وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى للنادي الاهلي في مباراه اليوم. ركله مرمى للنادي الاهلي، وادي محمد ابراهيم لعيب متميز من لاعبي نادي بتروجيت، وادي مصطفى مخلوف واقع على ارض الملعب. سلامات يا نجم يا كبير، سلامات للاعب المتالق في مباراه اليوم. ادي الكوره اتلعبت، شوف الراجل يعني لعبها كده بتلف، وحارس المرمى مأمنها، حارس المرمى مصطفى مخلوف اللي وقع على ارض الملعب، نتمنى له السلامه طبعا في مباراه اليوم. ادي الهجمه وادي الكوره وادي بنشوفها مره ثانيه، والراجل وقع على ايده كده، ان شاء الله تكون سليمه طبعا للحارس المتالق جدا النهارده مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الاهلي. ادهم سيحه هو الحارس البديل المتواجد على مقاعد البدلاء، وادي امامنا بقى طبعا يعني الكرامب اللي شفناه لاكثر من لاعب في المباراه، لازلنا في بدايه الموسم زي ما قلنا لحضراتكم، واللياقه البدنيه بقى لم تكتمل بعد بنسبه 100%، والامور مع توالي المباريات بقى والامور دي كلها كل شيء سيتحسن. مصطفى مخلوف الكل بيتمنى له السلامه، وان شاء الله يكون واحد من النجوم اهو، يعني ادى العلامه للراجل. وادي بقى محمد ابراهيم اللاعب اللي كان لاعب الكوره في اللقطه الماضيه اللي لفها كده بالقدم اليسرى، ولكن مرت بجوار القائم الايمن للنادي الاهلي وحارسه مصطفى مخلوف، الحارس المتالق جدا اللي يعني احنا سعداء بعودته للملعب من جديد بعد يعني الاصابه في اللقطه الماضيه. ترجع الكره مره ثانيه لصالح نادي بتروجيت في احداث هذا اللقاء، الدقيقه 88. مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، الاهلي متقدم على بتروجيت بثلاث اهداف مقابل لا شيء. ترجع الكره مره اخرى لصالح النادي الاهلي، ادي الهجمه الحلوه، رشدان بيلعب الكره الاماميه توصل لكريم او ميدو اسامه، انما الكره الى خارج الملعب رامي تماس. ميدو اسامه في اللقطه اللي فاتت عمل مجهود كبير جدا في مباراه اليوم، سجل هدف وبيتحرك بشكل متميز جدا، وجات له اكتر من فرصه، لعيب متميز جدا ولعيب رائع. شفنا اكتر من لاعب النهارده للنادي الاهلي تالقوا جدا في مباراه اليوم، هم وكل زملائهم طبعا. حقيقه مباراه جميله من لاعبي النادي الاهلي، وقدروا ان هم يسجلوا ثلاث اهداف حتى الان. وادي كره ملعوبه ناحيه الشمال عند اللاعب مصطفى رضوان اللي بيلعب الكره الاماميه وتوصل في وسط الملعب مره اخرى، وحكم اللقاء بيدي فاول لصالح نادي بتروجيت، فاول لصالح نادي بتروجيت للاعب عبد الله عبد السلام اللي كان نزل في الشوط الثاني. وادي امامنا ابراهيم عبد الحكيم لاعب النادي الاهلي. ترجع الكره ناحيه الشمال، ادي بقى اللاعب يوسف شريف اللاعب اللي تالق جدا واللي صنع الهدف الثالث، يتقدم وماشي عامل جبهه يسرى حلوه قوي، اللاعب ده عدى يا ولد يا ولد يا ولد داخل منطقه. هنشوف بقى حكم اللقاء ما اداش حاجه في اللقطه اللي فاتت، كابتن بقى هنا حسن محمود، يعني انطلاقه حلوه من اللاعب يوسف شريف، حاول ان هو ياخد ركله جزاء، انما يعني بصراحه لما بيمسك الكره ويتقدم من ناحيه الشمال لعيب عنده المهاره عنده السرعه ويجيد ايضا ان هو يتصرف في الكوره بشكل حلو، يعني شفنا بقى صناعته للهدف الثالث للاعب بقى محمد حمدي ميسي في مباراه اليوم. لعيب متميز جدا يوسف شريف اللي نزل على مستوى البدلاء في الشوط الثاني من كابتن محمد شرف المدير الفني. ترجع الكره مره ثانيه للنادي الاهلي، ادي الهجمه وشوف محمد حمدي راجع فين علشان يستلم، وبيلعب كره بينيه حلوه لميسي، يا ولد عايز يعدي، ولكن الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس على اللاعب زياد اشرف اللي امام حضراتكم لاعب نادي بتروجيت. ادي امامنا ميسي لعيب رائع جدا ولعيب متميز، وقدر ان هو يسجل الهدف الثالث، تحرك كان جميل جدا داخل منطقه الجزاء، وخد الكره من مره واحده كده في سقف الشبكه للحارس محمد عادل امين علشان كان يسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي اللي مستمر به النتيجه حتى الان. ترجع الكره مره ثانيه، وادي الهجمه للنادي الاهلي، وفاول فاول على الاهلي لصالح نادي بتروجيت في مباراه اليوم.
كان امامنا اللاعب محمد عبد المجيد لاعب نادي بتروجيت رقم 21، ترجع الكوره الى حارس المرمى محمد عادل بيلعبها هناك ناحيه اليمين لصالح بتروجيت. احمد ابراهيم بيلعب الكوره الاماميه العاليه وادي على طول رشدان يا ولد يا لعيب، بيستلم وبيلعب الكوره الى حارس المرمى مصطفى مخلوف، بيمسك كورته مصطفى وبيلعبها الى ابراهيم عبد الحكيم. ابراهيم عبد الحكيم بيلعب الكره الشرقيه ناحيه الشمال، شرقيه يا ولد يا شرقيه خبره كبيره، وبيلعبها في وسط الملعب لكريم عثمان. كريم بيلعب الكره الاماميه كريم الى اللاعب ميدو اسامه، هجمه للاهلي واتلعبت حلوه قوي ناحيه الشمال، ادي الانطلاقه الحلوه اهي، ادي الكره والمحاوله اهي اتلعبت حلوه في اتجاه اللاعب يوسف شريف، انما المره دي بقى حارس المرمى محمد عادل امين بيطلع ويمسك كورته بينقلوها بشكل حلو لاعبي النادي الاهلي، انما كانت عايزه تبقى قصيره شويه اللقطه اللي فاتت دي. ترجع الكره مره ثانيه وادي شرقيه ومعاه اللاعب محمد ابراهيم، وترجع الكره هناك ناحيه الشمال وادي على طول عبد الرحمن رشدان بيلعب الكره في وسط الملعب، استلام من اللاعب ميدو اسامه لاعبي الاهلي، بنلعب في الوقت المحتسب بدلا من الضائع. مشاهدين الاعزاء لاحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء والمباراه، والنتيجه الاهلي 3 بتروجيت لا شيء. مصطفى مخلوف، مصطفى مخلوف بيلعبها ناحيه اليمين للنادي الاهلي والكره الاماميه تتلعب على طول، انما على طول مقطوعه مره ثانيه لبتروجيت، وادي على طول رشدان بيلعب عاليه ومعديه في اتجاه اللاعب محمود حمدي، وادي كره في وسط الملعب لكريم عثمان، كريم عثمان للاعب احمد داوود لاعب النادي الاهلي اللي متواجد في ارض الملعب صاحب القميص رقم 5. ترجع الكره مره ثانيه، ادي كره للاعب كريم عثمان، ادي داوود اهو بيعيدها الى شرقيه، شرقيه في وسط الملعب بيلعب الكره وحكم اللقاء بيدي فاول للنادي الاهلي. لحظات وثواني قليله طبعا على النهايه، وادي امامنا اللاعب احمد داوود صاحب القميص رقم 5 في مباراه اليوم. احمد داوود ترجع الكره للنادي الاهلي ناحيه اليمين، عبد الرحمن رشدان بيلعبها عبد الرحمن، شرقيه وترجع الكره للنادي الاهلي كريم عثمان لشرقيه مره ثانيه. الاهلي المتقدم زي ما قلنا 3 لا شيء، عامل ماتش حلو قوي، مكاسب عديده طبعا للنادي الاهلي في مباراه اليوم، وبالتاكيد الكابتن محمد شرف بقى مع جهازه الفني هيدرسوا المباراه ويعني يشوفوا بقى الايجابيات ويطوروها ويعدلوا من بعض الامور السلبيه والامور دي كلها. والنهارده يعني اداء رائع جدا وجميل من لاعبي النادي الاهلي، ثقه في النفس، اهداف، شفنا 3 اهداف متميزه، شفنا 3 اهداف جميله، استمتعنا مشاهدين الاعزاء بالاداء الرائع للاعبي النادي الاهلي. وادي امامنا اللاعب المتالق في الشوط الثاني يوسف شريف، بتمر الكره الى خارج الملعب، بنلعب في الدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع مشاهدين الاعزاء حتى الان. كابتن حسن محمود، وادي كوره تتلعب على طول اماميه وشرقيه بيغطي وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى للنادي الاهلي في مباراه اليوم. ركله مرمى للنادي الاهلي للحارس المتالق جدا مصطفى مخلوف، مصطفى مخلوف بيلعبها لشرقيه، الكل طبعا في انتظار صافره النهايه من حكم المباراه كابتن حسن محمود، وكان بيعاونه محمد فؤاد وكابتن منى عطله العنصر النسائي اللي موجود ايضا في مباراه اليوم. ترجع الكره مره ثانيه هناك ناحيه اليمين، وفي هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء كابتن حسن محمود ينهي احداث هذا اللقاء، الاهلي يحقق الفوز على بتروجيت ب3 اهداف مقابل لا شيء، سجلهم ميدو اسامه، كريم الدبيسي، محمد حمدي. مشاهدين الاعزاء الى مزيد من الانتصارات للنادي الاهلي، وسعدت بحضراتكم المعلق الرياضي تامر عبد السلام، الى ان نلتقي في مباريات اخرى قادمه لكم مني كل التحيه، والى ذلك الحين دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الآن عودة من جديد للكابتن أسامة حسني وضيوفه الكرام كابتن عادل طايمة وكابتن محمد حشيش، تفضل يا كابتن أسامة.